حياكم الله بكل خير، أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى عدد جديد من الظهيرة على إخبارية التلفزيون الجزائري. ملفنا الأول نتحدث فيه عن أهمية تسيير الموارد المائية من خلال تواصل فعاليات الصالون الدولي للتجهيزات والتكنولوجيات وخدمات الماء. بعدها نجدد الحديث عن الطاقات المتجددة في بلادنا من خلال إشراك الباحثين الأكاديميين في الاستشراف والبحث والتسيير. وبمناسبة موسم الاصطياف سنتحدث عن حظائر التسلية وتسييرها أيضا. إطلالتنا على وهران وهي تتزين لاستقبال ضيوف المتوسط متواصلة ومتواصل أيضا في الظهيرة. جملة الإطلالات التنموية والسياحية، ابقوا معنا. إذن تتواصل فعاليات الصالون الدولي للتجهيزات والتكنولوجيات وخدمات الماء، والذي انطلق قبل يومين بالمركز الدولي للمؤتمرات بالجزائر العاصمة بمشاركة زهاء 100 عارض وطني ودولي قادموا لإبراز مهاراتهم في هذا المجال. حديثنا في هذا الملف سيكون عن أهمية الماء والاقتصاد فيه وترشيد النفقات لأجله وحسن تسييره أيضا. الأمر يتعلق بالتأكيد بمجمل التكنولوجيات الحديثة والتجهيزات العصرية التي ستسمح بذلك. أسعد معكم مشاهدينا الكرام بالترحيب بالسيدة فريجة أحلام راضية المكلفة بالإعلام بالوكالة الوطنية للتسيير المدمج للموارد المائية. مساء الخير سيدتي. مش أشكركم على الاستضافة الجميلة وطابت أمسية مشاهدينا الكرام. إذن حديثنا في البداية نبدأه عن هذا الصالون الدولي للتجهيزات التكنولوجية وخدمات الماء على مدار 4 أيام. إذن مشاركة دولية وأيضا وطنية، حبذا لو نكون في سيرة أو في صيغة التأطير العام لهذا الصالون. تم افتتاح هذا الصالون الدولي في طبعته 17 لتجهيزات وتكنولوجيات وتقنيات المياه يوم الاثنين الفارط 20 جوان 2022، والذي سيمتد مدة 4 أيام إلى غاية غدا إن شاء الله الخميس، يوم ستكون نهاية هذا الصالون تحت إشراف معالي وزير المياه الموارد المائية والأمن المائي، وكذلك بحضور بعض الوزراء المهتمين والمشاركين في مجال المياه. حضر هذا الصالون أو شارك في هذا الصالون مختلف الشركات والمؤسسات سواء الوطنية أو الخاصة المحلية والدولية المهتمة بمجال وتطوير تكنولوجيات المياه. إذن أهمية الحديث عن الماء ربما واضحة للجميع أكيد، ولكن الاقتصاد فيها وتسييرها يتطلب تصدير استراتيجيات واضحة. نبدأ الكلام ربما عن الاستراتيجية الوطنية العامة في مجال توفير المياه في بلادنا، مياه الشرب ومياه السقي أيضا الفلاحي بمختلف ربما الفضاءات الموجودة. وقبل ذلك ربما هناك إشادة بالتأطير العام لهذا الصالون الذي كان من قبل عدة وزارات، الأمر يعني الموارد المائية والأمن المائي، وزارة الصيد البحري والمنتجات الصيدية، وأيضا وزارة البيئة ووزارة الصناعة أيضا ووزارة الانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة. إذن الأمر واضح ربما من هذا التنسيق القطاعي في مثل هكذا صالون يعنى بالمياه. الماء مهمة الجميع وقضية الجميع، فالكل يعيش بالماء، لا حياة من غير ماء، فكل هؤلاء القطاعات مشاركة في هذا الصالون لأن الكل يعتمد على الماء، فلولا الصناعة لوجدت هناك مؤسسات تخدم وتطور من أجل وفرة المياه، مثلا محطات التنقية، محطات التحلية، كلها متوفرة حاليا ومتواجدة بفضل الصناعات. كذلك كلنا مجبرون أو لابد من ننتقل إلى التنمية المستدامة المعنية بها البيئة وتطوير الإيكولوجيات لذلك، فلا بد من وجود يعني وزارة البيئة، المؤسسات الناشئة فهي كذلك تقدم خبرة وأفكار جديدة ربما لازالت صغيرة، لكن لابد من استيعابها في السوق وفي الصناعات الهندسية المائية من أجل تطوير والخروج كل ذلك لسياسة جديدة أو ما يعرف باقتصاد الماء ووفرته، لأننا حاليا نتكلم عن الأمن المائي
والأمن المائي يعتمد على المياه الجديدة أو التقنيات الجديدة في ذلك، بخلاف المياه التقليدية فنحن هنا في المياه الغير تقليدية كتقنية المياه المحلات. فكل ذلك يعتمد عن طبعا تحلية مياه البحر، وإحنا عندنا شريط ساحلي كبير فلا بد من إيجاد حلول. سنة الفارطة عايشنا أزمة المياه فعلا، فهذه السنة والسنوات القادمة هذه الأزمة عايشناها نتيجة التغيرات المناخية والظروف التي يعني كنا فيها، كانت التطور الديموغرافي والمنطقة الجيوغرافية اللي احنا عايشين فيها أوجدت أن الجزائر عايشت أزمة مائية مرحلية فعلا، يعني نقول أننا خرجنا من منطقة الخطر لكن فعلا كنا في أزمة مائية بفضل التكنولوجيات أوجدنا البديل، يعني لابد أن نعتمد على تكنولوجيا جديدة للخروج من هذه الأزمة. فما نقدروش نقعدوا دائما معتمدين على المياه الجوفية، نحن ما نعرفوش وش موجود في باطن الأرض، ممكن أمن مائي أيضا. فعلا هذه هي الفكرة على الأمن المائي، ممكن يوم من ما نقضيه على كامل المخزون فماذا سنوفر للأجيال القادمة. فلا بد من إيجاد تكنولوجيات في توفير واقتصاد الماء. إذا تتواصلوا بالمركز الدولي للمؤتمرات عبد اللطيف رحال فعالية المعرض الدولي للتجهيزات والتكنولوجيات وخدمات المياه في طبعته 17 تحت شعار تاريخ مجيد وعهد جديد. منال العجال تفصل. 115 مؤسسة ناشطة في مجال تحلية المياه ومعالجتها شاركت في المعرض الدولي للتجهيزات والتكنولوجيا وخدمات المياه في طبعته 17. هذا الصالون فيه الناس ينشطوا في نفس المجال، يعني هنا نشوفوا الخبرة نتاعنا نقارنوها مع الشركات المشاركة في الأجنبية، حوصوا على فرص جديدة من أجل يعني التسويق الجيد للمنتوج نتاعنا سواء على المستوى المحلي ولا على المستوى الإفريقي والخارجي إن شاء الله. الصالون هذا عرف أيضا مشاركة عارضين أجانب من دول مختلفة باحثين عن تبادل الخبرات واستحداث فرص الاستثمار في مجال الموارد المائية. نقترح تقنيات حديثة في مجال تحلية المياه باستخدام المغناطيس الطبيعي، ونرى أن السوق الجزائرية هي سوق واعدة لمنتوجاتنا. هنا بالجزائر جايين باه نقدموا الخبرة تاعنا في مجال المواد الكهربائية، المعدات الكهربائية. هناك مشاريع عديدة تم إطلاقها في الجزائر في مجال تحلية المياه، ونحن نطمح إلى نقل التكنولوجيا المتطورة في هذا المجال. احنا راح نعمل باش يعني تكون تبادل الخضرة الخبرة، وتكون هذيك العلاقة باش نمشي للأسواق الإفريقية، ممكن نروح يعني على ريشيرش دو بروجي ولا نديروا لا بروموسيون دو برودوي الجزائري ان شاء الله. هذا المعرض هو فرصة لدراسة سبل الشراكة في مجال الموارد المائية بين المؤسسات الجزائرية والأجنبية وتطوير هذا المجال الحيوي. متواصلنا معكم مشاهدينا الكرام عبر الظهيرة، وقبل أن نواصل حديثنا عن الصالون الدولي للتجهيزات والتكنولوجيات وخدمات الماء لا بأس أن نذهب معا مباشرة إلى وهران وإلى محطة السكة الحديدية هناك، حيث الزميل علي جعفر وترقب وفود الفرق الوطنية المشاركة إلى وهران. علي مساء الخير. مساء الخير العربي لك ولمشاهدينا الكرام. إذن استقبال حافل، استقبال رسمي وشعبي، وكذلك استقبال فولكلوري حظي به الرياضيون الجزائريون القادمون عبر القطار إلى هنا إلى مدينة وهران للالتحاق بالقرية المتوسطية تحسبا للمشاركة في الطبعة 19 لألعاب البحر الأبيض المتوسط. قلت استقبال يعني أثلج صدور الرياضيين والمدربين وكذلك أفراد الوفد، أعضاء الوفد الجزائري. بدون إطالة معي رئيس اللجنة الأولمبية الجزائرية سيد عبد الرحمن حماد من أجل الحديث أكثر والتفصيل في هذا الاستقبال، يعني في يعني يمكن القول بداية الألعاب. سيد عبد الرحمن حماد، هل يمكن أن نقول بأن الألعاب المتوسطية دخلنا الآن في أجواء الألعاب؟ مرحبا، أهلا وسهلا بداية. مرحبا، شكرا. لا، نظن أنه الرياضيين دخلوا في أجواء الألعاب منذ فترة، خاصة أنه
تقام في الجزائر، لكن نظن الآن يعني قبل يومين من يومين أو ثلاثة أيام من حفل الافتتاح، نظن أنه دخلوا في الأجواء، خاصة كي يكونوا في القرية المتوسطية وين يكونوا كل الرياضيين كل الوفود، نظن يعني دخلنا في أجواء المنافسة. نعم، الاستقبال اليوم هذا الاستقبال الرسمي وكذلك الشعبي، يمكن أن نقول الحافل هو حافز آخر. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. صدق الله العظيم. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الصلاة خير من النوم. الله أكبر. الله أكبر. لا الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. للرياضيين يعني هل هو يعني لإدخالهم مباشرة في المنافسة ولتحفيزهم أكثر بعد التحضير الفني والبدني؟ أكيد هذا الشيء يحفز، يعني كنا في الانطلاق من الجزائر وين كان الوزير الأول وعدة وزراء لتشجعوا الوفد الجزائري، واستقبال كذلك أنا مع مستشار رئيس الجمهورية والسيد الوالي والمحافظ. نظن أنه يعني شيء اللي راح يزيد في يشجع يحفز الرياضيين خاصة، ويعني هذا ماشي حاجة جديدة على الشعب الجزائري، يعني في كل مرة كان يساند ويشجع الرياضيين الجزائريين في كل اختصاصات. نعم، يعني منذ البداية هي مرافقة كلجنة أولمبية تستهدف يعني
تصدر يعني المراتب الأولى في هذه الألعاب. برنامج أكيد سيكون مدروس بدقة من أجل الوصول إلى هذا الهدف. يعني هل تضعنا يعني في صورة بشكل مختصر حول البرنامج، حول الهدف يعني من هدف النخبة الجزائرية خلال هذه الألعاب؟ هذا يعني أكيد المنافسة راح تكون، يعني كاين اختصاصات وين مستوى عالي، وكاين اختصاصات وين عندنا حتى رياضيين عندهم المستوى خاصة في الرياضات الفردية. نظن أنه راح تكون المنافسة يعني بطولة وين فيها يعني مستوى لا بأس به، وشي اللي نطمحوا ليه ويعني كل الاتحادات وكل الرياضيين هو تحسين تحقيق أحسن نتيجة ممكنة ونديروا أحسن من المرة يعني الدورة اللي فاتت. إن شاء الله يكون تكون نتائج جيدة إن شاء الله. بارك الله فيك، شكرا جزيلا سيد عبد الرحمن حماد رئيس اللجنة الأولمبية الجزائرية، كنت معنا على المباشر، شكرا جزيلا، شكرا جزيلا لك. إذن العربي كما شاهدت معنا رئيس اللجنة الأولمبية الجزائرية السيد عبد الرحمن حماد، سيكون كذلك معي مدير الشباب والرياضة لولاية وهران كذلك الذي ساهم في إنجاح هذا الاستقبال، في إنجاح هذا الاحتفالية، سيد سيافي مدير الشباب والرياضة لولاية وهران. بداية مرحبا أهلا وسهلا. شكرا شكرا، أهلا ثم مرحبا بكم، أهلا وسهلا وشكرا جزيلا لك على تلبية الدعوة. يعني استقبال حار، استقبال رسمي وفولكلوري وكذلك شعبي خارج المحطة، يعني هو سيرفع من معنوية اللاعبين، سيدخلنا مباشرة في الألعاب. كمديرية للشباب والرياضة، ما هو البرنامج الذي سترتموه من خلال هذا اليوم إلى غاية بداية الألعاب؟ فيما يخص اليوم، يعني احنا حبينا تكون يعني رمزية حضور تاع السلطات المحلية وكذلك كل المسؤولين لولاية وهران، حتى نعطي يعني شحنة معنوية كبيرة لل ديليغاسيون الجزائريين. ما يخفاكش باللي دركا يعني كاينه محطات، المحطة الأولى كانت هي عملية الإنجاز اللي تم تجاوزها، المرحلة الثانية اللي كانت العتاد الخاص اللي تم تجاوزه، كذلك المرحلة الثالثة اللي كانت المرحلة التنظيمية باعتبار انه لازم تكون عندنا تنظيم خاص بالتدريبات والمنافسات. اليوم حصلنا وصلنا لدرك احنا بنجنيو المحصول، وهذا اللي خلينا نجيو هنا نشوفوا الفريق نتاعنا احنا والنخب الوطنيه واللي هي تتكون يعني الكوميتي اولمبيك الجزائريان بحضور السيد الرئيس، وهو مشكور على كل حال على المجهودات المبذوله، لانه يعني مش بالسهل تنقل الفريق لاول مره عن طريق السكه الحديديه اللي تعتبر اولى سابقه في الجزائر. احنا بالنسبه لنا الحضور هذا الجماهيري اغلى، يعني نجم نقول لك راهو كان عفوي، لانه الناس كي سمعت باللي النخب الوطنيه راح تنزل على المحطه جات بكل عفويه. تشوف الحضور تاع الجماهير يعكس اندماج المجتمع المدني في هذه المسعى. احنا درك احنا هذا الشحنه هذه ماده بينا تكون يعني للرياضيين، وعلى حسب ما شفنا في وجوههم حسوا يعني بالشغف وبالصوتيات على الشعب الجزائري والوهراني بصفه خاصه. ان شاء الله على رب العالمين ان شاء الله يكون النتائج تكون في المرجوه، وان شاء الله تكون يعني نتائج ترفع يعني من قيمه الجزائر وكذا، ذلك ترفع يعني العلم الوطني ترفع يعني في كل الرياضات وفي كل اختصاصات ان شاء الله. بارك الله فيك سيسي، في اختصرت لنا كل شيء في كلمات، شكرا جزيلا لك، وكذلك لسيد عبد الرحمن حماد رئيس اللجنه الاولمبيه الجزائريه. نتمنى ان تكون هذه بدايه قويه ومحفزه كذلك لانطلاقه موفقه لهذه الالعاب. يعني باختصار يعني برنامجكم في من هنا الى غايه الانطلاق وكذلك المرافق للالعاب المتوسطه. درك احنا في اليومين هذو هي وصول الوفود اللي راح تكون تباعا. احنا عندنا بعض الوفود اللي وصلت هنا وهي على مستوى القريه المتوسطيه. احنا من ابتداء من اليوم ان شاء الله راح تبدا الحصص التدريبيه على مستوى الهياكل الرياضيه اللي تم انجازها وتجهيزها ووضعها في المستوى لهذا الغرض. احنا ان شاء الله ما يخفاكش باللي احنا اول منافسه راح تكون عندنا بعد غد يعني يوم 24 اللي راح تكون مخصصه لكره الماء على مستوى المسبح الاولمبي للجاردان بيبليك اللي معروف هنا. كذلك راح تبدا المنافسات ابتداء من يوم 25. احنا وصلنا درك في مرحله الحسم يعني، وهو الاستغلال الهياكل نتاعنا احنا تحسب للمنافسات، والمنافسات رسميا تبدا يوم 24 عن طريق كره الماء ان شاء الله. بارك الله فيك، شكرا جزيلا، شكرا جزيلا لكم. ايضا نترككم ربما لانشغالات اخرى، شكرا جزيلا العربي وزملاء في الظاهره، شكرا. كان هذا ما لدينا الآن، نلتقي ربما في اتصالات قادمة بحول الله مباشرة من وهران، شكرا جزيلا. كان هذا شيء جميل أيضا مفيد. علي كل الشكر لك، كنت معنا من وهران، واستقبال الاستقبال الحار الجميل الفولكلوري الرسمي للوفود الجزائرية الرياضية المشاركة في الألعاب والتي اختارت
طريق القطار لأن تدخل مدينة وهران قبيل 3 أيام من بدء الألعاب رسميا. أكيد أننا عبر التلفزيون الجزائري عبر الظاهرة نواكب هذا الحدث الرياضي السياحي الاقتصادي المهم في بلادنا وهران، وهي تنظم الدورة 19 للألعاب المتوسطية. علي جعفر، كل الشكر لك ولضيوفك. نواصل مشاهدينا الكرام أقول حديثنا إلى السيدة فريجة أحلام راضية المكلفة بالإعلام بالوكالة الوطنية للتسيير المدمج للموارد المائية حول فعاليات الصالون الدولي للتجهيزات والتكنولوجيات وخدمات الماء الذي قلنا أنه انطلق قبل يومين ويمتد حتى 23 من هذا الشهر. لو نفصل أيضا سيدتي في الدول، عدد الدول وحجم المشاركة أيضا في هذا الصالون. لما نتكلم عن مشاركة هذه الطبعة، يعني طبعة 17 مقارنة بالطبعة الفارطة التي نظمت في شهر سبتمبر 2021، كانت طبعة استثنائية نتيجة للوضعية الوباء التي كنا نعايشها، فهذه الطبعة تعتبر جيدة مقارنة بالطبعة الفارطة التي كانت الزيارات فيها هزيلة نوعا ما نتيجة قلنا للظروف الاستثنائية، الظرف الصحي والغياب الدول الأجنبية عن تلك الطبعة. كنا يعني عايشين حجر تلك الفترة. هذه المرة هناك حوالي 130 مؤسسة مشاركة، 70 منها مؤسسة محلية و30 مؤسسة أجنبية. جميل. من الدول عندنا 13 دولة شاركت في هذه الطبعة. عندنا الولايات المتحدة الأمريكية، الهند، البرازيل، تركيا، فرنسا، الهند 13 دولة، أرجنتين، يعني عندنا حوالي 13 دولة شاركت معنا هذه المرة. وربما هذه الدول عندها باع في هذا المجال أو ربما من خلال حجم استثماراتها ربما مع الجزائر. هي مؤسسات يعني أو كصناعات متوفرة حاليا في الجزائر، عندها فروع في الجزائر في عدة ولايات من الوطن، فروع دولية، كهناك مؤسسات يعني متواجدة في كل أنحاء الوطن، وهناك مؤسسات متواجدة بين دولة ودولة، هناك كلها يعني عبارة عن شراكات بين دول أجنبية. فتحت هنا أسواق في الجزائر نتيجة للطلب، كما قلنا أن الجزائر تطلب دائما وفرة المياه واقتصادها، فهي دائما بحاجة إلى التكنولوجيات الحديثة، فاستدعت هذه الدول من أجل أو قامت بشراكات مع هذه المؤسسات من أجل توفير التكنولوجيا والصناعات اللازمة لتوفير المياه. جميل جدا، وأكيد هذا في انتظار أيضا الاستفادة أيضا من هذا التعاون من خلال نقل الخبرات من هذه المؤسسات وهذه الدول في هذا المجال. الأمر يعني دائما إذن التجهيزات التكنولوجيات، مادام نتحدث على الصالون الدولي للتجهيزات والتكنولوجيات وخدمات الماء، ربما نكلمك عن تواجد الوكالة الوطنية للتسيير المدمج للموارد المائية وجناحها أو فضاء تواجدها بهذا الصالون بصفة أساسية، لأنه الأمر نذكر المشاهدين جميعا أنه يعني عديد الوكالات، عديد المؤسسات الوطنية، عديد الهيئات، عديد القطاعات الوطنية والدولية التي تعنى بخدمات الماء. نتكلم على الوكالة الوطنية للتسيير المدمج للموارد المائية وحضورها في هذا الصالون. الوكالة الوطنية للتسيير المدمج هي عبارة عن وكالة تشمل كل يعني القطاعات والمؤسسات الأخرى، فهي يعني مندمجة أو التسيير المدمج أو الإدارة المتكاملة معنية بكل شؤون الماء، فهي عبارة يعني أنا نمثلها كأم لكل المؤسسات الأخرى، وهي واجهة الوزارة حاليا في تنظيم هذا المعرض، فإحنا يعني نعتبر الواجهة في تنظيم المعرض الوطني الدولي لتجهيزات وتقنيات المياه خدمات الماء. فالوكالة الوطنية دخلت هذا المعرض أولا تاريخ المعرض، يعني لماذا اخترنا هذه الفترة؟ من أجل الاحتفال بستينيات عيد الاستقلال. جميل جدا، حتى شعار تاريخ المجيد وعهد جديد. فاخترنا هذه الفترة لكي نجسد أو نعبر عن ما أنتجته أو ما أهم الإنجازات التي قامت بها الجزائر في قطاع الموارد المائية في هذه في يعني خلال 60 سنة. يعني هناك تطور تكنولوجي وتطور يعني ما شاء الله، يعني وحاولنا إبرازه خلال هذا المعرض. الوكالة الوطنية في هذا المعرض شاركت بثلاث أجنحة. الجناح الأول كان مخصص يعني عادي، الجناح اللي تعرض فيه أهم المشاريع التي تقوم بها الوكالة. الجناح الثاني كان عبارة عن يعني كانت أول مرة خلال هذا المعرض أنها تقوم بمعرض صور،
صور اللي حاولت تقديم 20 صورة تلخص من خلالها أهم المشاريع، سواء من ناحية السدود يعني تجميع المياه طرق تقليدية، سواء محطات التنقية والتصفية، محطات تحلية مياه البحر، والأهم من ذلك هي اليد العاملة التي تقوم بكل هذه الإنجازات. فخلال هذا المعرض جسدت صورة الجزائر في 60 سنة من الإنجازات والمشاريع الكبرى التي قامت بها. جميل جدا، وأكيد ربما سيأخذ في مجال حدنا مسألة التكوين اللي هي مهمة جدا في عملية ربما خدمات وتسيير الماء في بلادنا. دائما بالحديث عن هذا الصالون الدولي، هناك ربما مشاركات خلينا نسميها خاصة أو نموذج خاص في هذا الصالون من خلال مشروع من بين المؤسسات المشاركة لمؤسسة ناشئة اللي هي رايتاك، التي تطورت أو طورت حلا مع الوكالة الوطنية للتسيير المدمج للموارد المائية. حبذا ربما لو نتكلم شوية على هذا النموذج. هذا المشروع هو اللي دخلت به الوكالة الوطنية في جناحها، دخلاته عرضاته، هو عبارة عن شراكة بين الوكالة الوطنية للتسيير المدمج والديوان الوطني للسقي. يعني هو هذا المشروع داخل في القطاع الفلاحي، لا يخفى علينا أن القطاع الفلاحي يستهلك 70% من الموارد المائية، هو أكبر قطاع الذي يستغل المياه في الجزائر. فكان لابد من إيجاد حلول دائما من أجل توفير المياه في هذا المجال. الوكالة الوطنية تهتم كثيرا بمجال البحوث والتطوير وكذلك توفير المياه، قامت بشراكة بين الوكالة الوطنية والديوان الوطني للسقي لونا، وكذلك مؤسسة ناشئة ستارت اب رايتك الذي كان صاحب الفكرة في أنه يقوم في مزرعة، وهذه المزرعة يعني عندنا نموذج في متيجة ونموذج في المحمدية في معسكر، أنه يقوم بتقنيات جديدة يعني يزرع ديتكتور داخل الأرض عن طريق يعني الأرض لما تكون محتاجة للماء يقوم سقيها. هذه التقنية يعني متطورة جدا، سيدي ديتكتور يعني مؤشرات يتم زرعها داخل الأرض لما تكون الأرض محتاجة ماء، يقوم النظام الزرعة محتاجة ماء تقوم بطلب الماء، وهو عنده في التطبيق وضعه في مكان في مخبر يقوم بإنذاره أن الأرض محتاجة السقي والكمية ورطوبة الأرض، يعني حالة تقنية متطورة فيقوم بزرع الأرض بسقي الأرض. وحسب الأرقام الموجودة أن هذا النسبة مبدئيا خلال هذا النموذج الموجود في منطقة متيجة في الشبلي في مساحة هكتار 200 هكتار سمحت مبدئيا بتقليص ما نسبته 37% من نسبة الماء اللي كانت تستهلكها ربما هذه المساحة في عملية السقي. أكيد احنا ممكن يعني على حسب صاحب المشروع قال لك ممكن أننا نصل إلى غاية 50 ولما لا 70، يعني هي كانت فكرة أولية. المشكل اللي كان يواجهه أنه الشبكات اللي هو يمشي بالديتكتور أو هذه المؤشرات التي يتم زرعها تقوم بتحتاج الانترنت، توصيل شبكات انترنت، فهذا اللي يعني عطل انها احيانا كانت تنقص او يعني بتكون مقطوعه، هناك تذبذب في المؤشرات. لكن عندما تطورت الشبكه وتم الزرع في المنطقه هذه فالحمد لله يعني كانت هناك استجابه، ويمكن يعني توفير اكبر نسبه اكبر عندما تكون المؤشرات الخارجيه والظروف متاحه ملائمه. هناك يعني الى غايه 70% من اقتصاد الماء في الأراضي المزروعة. جميل جدا. إذن حديثنا الآن عن الماء، تسييره والاقتصادي فيه واستعمال تكنولوجية الحديث فيه، هو حديث عن الدمج الآلي الآن اللي يعتمد على شركات أو مؤسسات ناشئة. هذا التوجه أيضا الواضح الآن في الاستراتيجية الوطنية من خلال التوجه إلى المؤسسات المصغرة والمؤسسات الناشئة. إذن هناك خلنا نقول لك استغلال للأفكار المبتكرة للشباب وتجسيدها فعليا على أرض الواقع في مجال خدمة الماء. أكيد كصاحب مشروع رايتاك ومشاريع عديدة تقوم الوكالة بدراستها، والسهل أو الأحسن فكرة تقوم بتوصيلها إلى أرض الواقع وتطبيقها. لما لا، فعلا الأفكار أصحاب المشاريع أحيانا لا يجدون الطريق المناسب لتوصيل أفكارهم. جميل. فالوكالة الوطنية دائما
ترحب بهذه الافكار وتقدمها ما دام احنا عندنا التسيير المدمج، تقدمها مثلا كما المشروع رايتك كان بمشاركه الديوان الوطني للسقي، هو اللي يقوم بسقي الاراضي الزراعيه. الأمر يتعلق بالسقي لو كان الزراعي. هناك مشروع في تحليه البحر فتقدموا للوحده الجزائر المؤسسه الجزائريه للمياه فعلا. يعني كل توجهوا او تحتضنوا المؤسسه المسؤولة. الجهه المسؤوله في ذلك. جميل جدا. وحتى هذه الفضاءات لما نتكلم على صالون دولي للتجهيزات والفضاءات التكنولوجيه هو ايضا فضاء لهذا الشباب، خليني نقول لك المبتكرين المبدعين الذين يرغبون ربما في تطوير تقنيات خاصه بخدمه المياه، من خلال زيارتهم فعاليات الصالون ربما يكتشفون بعض الانشغالات الموجوده في القطاع ويحاولون ربما ايجاد بعض الحلول المبدئيه لها قبل بدايه المشاريع وتجسيدها فعليا على ارض الواقع. فعلا حصل يحصل هذا، لاننا كل يوم يزورنا طلبه داخل الجناح وفي كل اجنحه، ويقوم الخبراء بشرح ما توصلوا اليه من تكنولوجيات حديثه. جميل. والاجمل من ذلك انه هناك محاضرات محاضرات يعني موجهه. في اليوم الاول تم يعني تقديم محاضرات حول تحلية مياه البحر، سواء من خبراء في الميدان يعني مسؤولين أو مهندسين داخل القطاع يعني هم في الميدان، سواء من دكاترة أو باحثين جامعيين. يعني هنا تبادل يعني عبارة عن جسر بين الميدان والعلم. أهمية الجامعة في الفضاء الاقتصادي عموما في بلادنا. أكيد. والطلبة كانوا حاضرين. وكذلك تم تخصيص منتدى لأول مرة، منتدى المياه. هذا المنتدى كان مفتوح لكل الطلبة أو الدكاترة اللي عندهم فكرة، قاموا بعرض هذه الأفكار في مكان كان مخصص لهم وتم شرحوا كل مشاريعهم، وكان هناك تبادل. يعني تم تخصيص هذه المرة للجامعيين سواء أصحاب الماستر أصحاب المشاريع عامة عموما. هم قدموا أفكارهم بخلاف المحاضرات التي تم عرضها خلال المعرض من خلال الخبراء التي كانت موجهة مخصصة من الأول. هذا كان فضاء يعني بجانب كان موجه فقط للطلبة. إذن حديثنا عن فعالية هذا الصالون مش فقط صالون للعرض وإنما لفضاءات ونشاطات موازية. حدثتني على بعض الندوات، على بعض المحاضرات، على المنتدى، منتدى المياه. إذن هناك خليني أقول لك حركية وبعض النشاطات الموازية أيضا اللي تدخل في صلب دعم وإيجاد حلول في عالم خدمات الماء في الجزائر. أكيد. لماذا وجدت هذه الصالونات؟ الصالونات تعتبر يعني وكالات الاتصال أو المؤسسات الاتصال هي التي أوجدت هذه الفكرة وأدخلتها في كل المؤسسات، من أجل يعني أحيانا نقفوا وندخلوا لهذا الصالون، لازم ندخل الصالون لتعرف عن المؤسسات وماذا قدمته من جديد وإلى أين سنذهب. هناك تبادل أفكار، هناك عرض المشاريع يعني في كل المجالات. احنا مثلا مختصين في مجال الاتصال، شوف المؤسسات الأخرى ماذا عرضت، طرق العرض يعني في كل يعني في التكنولوجيات الحديثة، في مجال الفلاحي، في المجال الصناعي، كل المجالات تقوم بالتقارب والتعرف عن ما هو جديد خلال يعني الصالون. يعتبر مكان لتبادل الخبرات. إذا الحديث عن خدمة الماء في بلادنا سيداتي من خلال هذا الصالون هو حديث عن المياه المستعملة والمخصصة للشرب، حديث عن مياه السقي، حديث عن أيضا الحلول الموجودة في بلادنا أولا للحفاظ على هذا المورد المائي لتوزيعه وأيضا ربما إلى تخزينه. نتكلموا على المياه الجوفية، المياه السطحية، مياه البحر، مياه الصرف الصحي، مياه السدود. أيضا هناك أيضا خلينا نقول لك حلول مشتركة بين قطاعات مشتركة. أدري أن الأمر متشعب بزاف ولكن ربما بعض التفاصيل فيه تخلي المشاهد يقف معنا على حجم ربما ما يبذل من مجهودات أولا للتطوير وتوفير هذه المادة، وثانيا للترشيد في النفقات الموجهة إليها وأيضا التسيير الأحسن لاستعمالها. هضرنا منذ قليل على التقنيات اللي يعني هناك تطور كبير في تقنيات السقي كالتقطير وإيجاد حلول للسقي القادم من أجل توفير المياه وترشيدها. فقلنا أنه الجانب الكبير في استهلاك الماء يعود للقطاع الفلاحي كذلك القطاع الصناعي. لابد من وجود آليات وميكانيزمات لتوفير المياه داخل القطاع الصناعي. نرجع للقطاع العام أو المستهلكين ككل، فهنا كذلك أولا نتكلم عن الأمن المائي. مؤخرا تم يعني
إصدار من طرف رئيس الجمهورية قرار بفتح أو حيز الخدمة وضع حيز الخدمة خمس محطات تحلية مياه البحر. المياه البحر هي تقنية يعني تعتبر من المياه الغير تقليدية، فلا بد من كنا سابقا نعتمد على المياه التقليدية اللي هي المياه الجوفية ومياه الأمطار والسدود، يعني هي اللي تتوغل في المياه الجوفية ونعتمد عليها. مياه السدود هي مياه الأمطار. الجزائر تعرف تغيرات مناخية شديدة وتعتمد على مياه الأمطار، وهذه المياه يعني الأمطار أصبحنا ما نقدروش نتحكم فيها، لأننا أحيانا الأمطار كان شح في الأمطار فعلا تذبذب في الأمطار نتيجة التغيرات المناخية. فكان لابد من إيجاد حلول للمياه الغير تقليدية، كان تحلية ولجأنا إلى مياه تحلية البحر. الأهم من كل ذلك لابد من ترشيد استغلال الماء، لأن صح عندنا مجهودات كبيرة تم توزيع وتوفير الماء إلى غاية منطقة عين صالح، أكبر يعني خط توصيل الماء الى عين صالح فعلا. يعني تخيل انه من المدن الصحراويه عندنا يعني حوالي 2000 كيلومتر بين العاصمه وعين صالح، ومن كل مدينه في الصحراء حوالي 1000 كيلومتر او 800 كيلومتر، فعين صالح تعتبر اقصى الجنوب. ورغم ذلك تم دخلت حيز الخدمه واصبح عندهم مياه صالحه للشرب وعندهم شبكات وصرف صحي وشرب مياه الشرب. هذه منجزات تعتبر يعني كبرى جدا مقارنة بالمساحة الجغرافية التي تعرفها الجزائر. عندنا النمو الديموغرافي الذي عرف تسارع وتيرة التسارع كبيرة هذه السنوات الأخيرة، عندنا أن المدن أصبحت تستهلك بكثرة المياه. فكل هذه يعني بخلاف أننا عندنا تذبذب في نقص الأمطار وتغيرات المناخية، لابد من ترشيد استهلاك الماء، فلابد على كل المواطنين يتكاتفوا ويتساعدوا على يعرفوا أن المجهودات تحكيني ربما على ثقافة لي خلينا نقول لك ومسؤولية أيضا لي يجب أن نتحلى بها جميعا كمواطنين من أجل المحافظة على هذا المورد الهام. وذكرتي منذ قليل سيدتي فعلا التجربة اللي نعرفها جميعا تذبذب ربما تزويد بالمياه خلال الصائفة أو السنة الماضية اللي خلينا فعلا نتشبث بهذه الثقافة وبهذه المسؤولية سيدتي. أكيد احنا عندنا توزيع المياه حاليا راهو يكون متذبذب، وإحنا عندنا في قرارات يعني وزارة الموارد المائية أنها توفر الماء للجميع، هي حتى قرارات عالمية اتخذت في مؤتمر ريو دي جانيرو وفرت الماء للجميع. فعلى هذا اللي عندنا كمية مخصصة لكل منطقة، فأنت الكمية اللي توصلك حاول تحافظ عليها على الأقل تصل لغيرك. يتم توزيعها، لو استهلكت أنا كامل هذه الكمية غدا مانيش راح نلقى نفس الكمية، وهذه المنطقة مانيش راح تلقى الكمية، أنا عندنا الماء فأفكر في غيري. الفكرة تاع وجود هذا الصالون يعني حبذا لو حتى المواطن يدخل ويشوف الكم الهائل من المنتوجات أو المنتوجات الصناعية والهياكل اللي محطوطة، إنه مش سهل أنك تقوم بتوفير محطة لتنقية أو تبني سد أو تقوم بتنقية المياه، هي حال يعني أشياء صعبة جدا وتكلف الدولة يعني أموال باهظة. فلا بد إحنا كمواطنين أننا نراعي هذه الظروف وهذه الحاجات يعني المبذولة في من أجل راحتنا العموم. والماء يهم الجميع، لا وجود للحياة من غير ماء. وليس الخبر كالمعاينة، الإنسان ربما لما يعاين هذه الأمور وهذه الأبعاد يحس فعلا بالمجهودات المبذولة من جهة، ويحس بقيمة ربما توفير هذه المياه وهذه المادة الحيوية. حديثك منذ قليل سيدتي عن الصحراء الجزائرية قدنا ربما إلى بعض الحلول أيضا الموجودة واللي هي من اختصاص ربما شركات مختصة في هذا الأمر. أدري أنه مجال حديثنا معك عن الوكالة الوطنية للتسيير المدمج للموارد المائية، ولكن ربما الفضاء عن بعض النماذج الأخرى الموجودة في الصالون اللي عندها اختصاصات أخرى تعنى أيضا بتوفير ربما بعض الحلول كما قلت في الصحراء وغيرها، ربما الأمر اللي يخص بعض التجهيزات الخاصة بعدادات المياه اللي يخص أيضا بالتسيير الإلكتروني لبعض السدود الكبرى والتحويلات الكبرى أيضا. تكلمت عن الجزائر القارة، بعض التحويلات الآن اللي راهي جارية بين السدود تأخذ مئات الكيلومترات لمحاولة إيجاد توازن خلينا نقول لك مائي. إذا ربما عرفنا الجزائر نعرف أن الأمر يتعلق عرضا بأكثر من 1200 أو 1400 كيلومتر، إذا إيجاد توازنات وتوفير توازن
التوازنات في هذه السدود كله الآن لله الحمد يسير وفق التكنولوجيات والتجهيزات الحديثة. الوكالة الوطنية قامت بمشروع في الصحراء من خلال تجربة، يعني احنا الوكالة دائما تحاول تسبق وتقوم مشاريع، وحبذا لو أنها تعمم. جميل. مشروع في منطقة بن عباس في ولاية بشار مسجد تم بن عباس ولاية فتيح. بن عباس بن عباس لا مشروع إيجلي في في الولاية الولاية الكاملة الآن بن عباس. أشكرك هانما. بن عباس هذا المشروع كان عبارة عن مع مؤسسة خاصة أنفيرو ستيب. هذه المؤسسة يعني كنا نحكي على التكنولوجيات وكلش، هي إعادة رسكلة مياه الوضوء. ما يخفاش علينا أنه مياه الوضوء مياهها طاهرة نقية فعلا، لأنها لا تحتوي على مواد كيميائية نظيفة. فيقام بتنقيتها عبر أنابيب ومحطة معالجة صغيرة في فناء هذا المسجد، وسقوا بهذه المياه الاستفادة منها في السقي، يقوم بسقي المنطقة هناك. جميل جدا. مستعملة للسقي. حبذا لو توسع هذه الفكرة في كل يعني مساجد ومساحات، هذه دخلة في التنمية المستدامة والتطور، يعني اللي كنا نهضوا عليه الإيكولوجيات، يعني دخلة في سلوكات تحسين البيئة والمحافظة عليها. ولما تكلمت على الجانب الإيكولوجي هو مهم جدا، وأظن فضاء من بين الفضاءات الموجودة أيضا في الصالون عندما نتحدث عن التجهيزات والتكنولوجيات الحديثة لابد أيضا أن نراعي البيئة، مش فقط ربما نحافظ أو نخلق ربما وفرة للمياه بتجهيزات وإحنا نضروا البيئة. أكيد أنه الصالون هذا أيضا راعى من خلال بعض الفضاءات وبعض ربما الموردين والعاملين والمستثمرين في هذا المجال الجانب البيئي والمحافظة عليه. أكيد، يعني ما لاحظنا أن كل المنتجات التي كانت معروضة، ولما تقربنا من أصحاب هذه المشاريع أو المؤسسات شرحوا لنا أنها كلها داخلة مثلا الأنابيب من غير ذكر أسماء، قالوا لنا أنها مستعملة بمواد، حتى لما يتم يعني عارفين الأنابيب تاع الصرف الصحي أو المياه الشرب أو حتى يعني كل الأنابيب تقوم يعني تحويلها في الأرض في باطن زرعها في باطن الأمل الأرض لتحويلات صرفها للصرف أو مياه شرب، فكلها حاليا مصنعة بمواد يعني تحافظ على البيئة. جميل. مواد يعني ممكن إعادة تدويرها واستعمالاتها، يعني أنها مش مضرة في البيئة. تقريبا كل المنتجات الموجودة حاليا تخدم هذا الجانب الإيكولوجي، حتى أن وزيرة البيئة يعني زارت المعرض وكانت يعني معجبة من هذه الناحية. كل شكر لك يا سيدة. تفضلي. شيء حبيت أضيفه تفضلي. الأهم من كل هذا في هذا الجناح أننا في هذا يعني المعرض أننا خصصنا جناح للأطفال. تعتبر الأولى في يعني في تاريخ المعرض وفي معارض بوليتك المعروفة عالميا أن الأطفال ما يزوروش هذه المعارض، يعني كان عندنا لقينا صعوبات لكن الحمد لله تكللت باصطحاب الأطفال، فضاء مخصص وجود أطفال للأطفال. مخصص للأطفال، درنا لهم يعني عبارة عن مخبر تجارب لمحاكاة الواقع. هذه التجارب التي قمنا بها كلها من أجل ترشيد واستهلاك الماء، نشرح للطفل هذه، نقوم بتجربة، هناك مهندس كان يقوم يوميا وما زال يعني يعرض هذه التجارب، يشرح للطفل تجربة علمية وبعد يعطيله المغزى من هذه التجربة. كانت يعني فكرة جديدة أننا نصبنا يعني فرق حماة الماء. كنا خايفين دخول الأطفال لهذه المعارض لأنها قلنا أنها دوليا ممنوعة، يعني كانت هناك تأطير مشدد وصارم معهم، خايفين على المكان وكلش، لكن كل أصحاب المؤسسات رحبوا بهم وشرحوا لهم المعدات ودورها، والطفل طبيعته يحب يفهم ما هذا وشنو هذا المكانة ما دورها. فكل المؤسسات ونشكرهم أنهم رحبوا بالأطفال، قدموا لهم هدايا، قدموا لهم شروحات، وزاروا كل الأجنحة اللي معروضة في هذا المعرض، وكان عبارة عن جسر بين الجيل الصاعد والتكنولوجيات الحديثة. يعني نشكر المركز الدولي اللي سمح لنا باصطحاب الأطفال. كل شكر لك أيضا سيدة فريجة أحلام راضية المكلفة بالإعلام بالوكالة الوطنية للتسيير المدمج للموارد المائية، تحدثنا بكل تفصيل عن فعاليات الصالون الدولي للتجهيزات والتكنولوجيات وخدمات المياه، لنذكر أنه متواصل حتى يوم الغد حتى 23 جوان الجاري. شكرا جزيلا لك سيدة. أنا أشكركم على اهتمامكم بموضوع ترشيد واستهلاك الماء في الجزائر. خدمة عمومية تلفزيون دائما يحاول أن يواكبها ويوفرها. شكرا لك سيدتي
ملفنا التالي مشاهدينا الكرام أقول نتحدث فيه عن الطاقات المتجددة في بلادنا وعن مشاركة الجانب الأكاديمي فيه. ابقوا معنا. استمتعوا بهذه الجولة السياحية مع اتصالات الجزائر. اتصالات الجزائر دائما أقرب. استمتعتم بهذه الجولة السياحية مع اتصالات الجزائر. اتصالات الجزائر دائما أقرب.
وهران غادي تكون عاصمة البحر الأبيض المتوسط من 25 جوان ل 6 جويليا. راح يجونا ضيوف من كل العالم باش يتفرجوا المنافسات الرياضية. إن شاء الله لازم نورو لهم باللي الشعب الجزائري والمناصرين الجزائريين عندهم الروح الرياضية ويتحلوا بالروح الرياضية داخل الملاعب وخارج الملاعب، ولازم نعطوا صورة جميلة ومبهرة على التشجيع الجزائري. نشجعوا كاع الرياضيين، نحترموا كل الدول والنشيد الوطني تاع كل البلاد. في ملفنا التالي، نظم المركز مركز تنمية الطاقات المتجددة ببوزريعة أياما مفتوحة حول الطاقات المتجددة في بلادنا. وبالمناسبة دعا الباحثون إلى ضرورة إشراك الباحثين الفاعلين في المجال من أجل تسريع عملية الانتقال الطاقوي وتنفيذ مختلف البرامج المسطرة. وتعد مسألة استغلال الأبحاث والدراسات المنجزة من طرف الباحثين مع إشراك مركز تنمية الطاقات المتجددة دافعا قويا للتوجه نحو الطاقات الجديدة والنظيفة في الجزائر. حول الموضوع أسعد معكم مشاهدينا الكرام بالترحيب بالدكتور إسماعيل سماوي، رئيس قسم التكنولوجيا الحديثة بمركز تنمية الطاقات المتجددة ببوزريعة. مساء الخير سيدي. مساء النور، أشكركم على هذه الاستضافة. مرحبا بك. إذن حديثنا اليوم هو حديث عن الأيام المفتوحة المنظمة من قبل المركز. خلينا في البداية نتكلم على المركز، مركز تنمية الطاقات المتجددة المتواجد في بوزريعة. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. في الحقيقة مركز تنمية الطاقات المتجددة هو المركز الوحيد يعني في الجزائر ليعمل بصفة خاصة يعني في مجال الطاقات المتجددة يعني في البحث العلمي. هو عبارة عن مؤسسة وطنية ذات طابع علمي وتقني. والمركز كما قلوا يتكون من 4-5 أقسام وثلاث وحدات للبحث العلمي. الأقسام يعني التي يتكون منها المركز يعني هي في الحقيقة في عدة تخصصات، هي قسم الطاقة الشمسية الكهروضوئية، قسم الطاقة الشمسية الحرارية، قسم الطاقة الهوائية، وقسم الهيدروجين، وكذلك قسم الطاقة الحيوية. والوحدات هي هناك ثلاث وحدات يعني منتشرة عبر التراب الوطني. هناك وحدة في ولاية بازا في بوسماعيل كما نقولوا الوحدة للعتاد الشمسي، وكذلك وحدة في غردايا، ووحدة في ولاية أضرار. يعني في حقيقة الوحدات يعني تعمل في نفس يعني التخصص وفي نفس يعني المجال الطاقات المتجددة. وكما نعلم ان المركز يعني هو في الحقيقه مركز عتيق يعني، وينشط من يعني من تقريبا من سنه 1988. ويعني في الحقيقه موقع المركز يعني هو موقع استراتيجي يعني من حيث يعني استغلال الطاقه الشمسيه كذلك، وجاي يعني في نقطه يعني كما نقولوا مرتفعه في الجزائر العاصمه. وكذلك الوحدات يعني هناك الوحدات كل تعمل يعني على حسب يعني خصوصيه المنطقه يعني من حيث يعني كما نقولوا الطاقات المتجدده. كما نعلم مثلا ولايه أضرار هي عندها خصوصيه مثلا في طاقه الرياح وكذلك الطاقه الشمسيه، ولايه غردايه كذلك عندها خصوصيه في الطاقه الشمسيه، وكذلك ابو اسماعيل عندها خصوصيه كذلك مثلا في يمكن استغلال يعني الطاقه الشمسيه كذلك طاقه الرياح يعني في كما نقولوا المدن الساحليه. لذا يعني حق الايام المفتوحه هذه الابواب المفتوحه اللي درناها يعني في بمناسبه اطول يوم في السنه وهو يوم 21 جوان وهو الانقلاب الشمسي الصيفي. هذا اليوم حقيقة يتميز يعني كما نقولوا بوفره الطاقه يعني، وهو يوم طويل كما نعلم، هو يوم تقريبا فيه 15 ساعه يعني من اشعاع شمسي. وحنا كما نعلم هي الطاقه يعني هي عباره عن كما نقولوا سي لو برودوي يعني نتاع يعني الاستطاعه اللي نقدروا نستقبلوها من اشعاع الشمس ضرب يعني الزمن يعني الوقت اللي حنا نستقبلوا في هذاك الاشعاع هذاك. لذا فان هذا اليوم هو حقيقه يوم رمزي وهو تقليد يعني لمركز تنميه الطاقات المتجدده. يعني كل سنه يعني نديروا ننظموا هذه التظاهره يعني اللي من خلالها نقوم بالتحسيس يعني للولوج في هذا المجال، وكذلك يعني مع البرنامج الوطني يعني الانتقال الطاقوي والفعاليه الطاقويه. هو في الحقيقه يوم يعني كما نقول مهم انه نبينوا للناس يعني الانتقال الى الطاقات المتجدده هي حتميه وضروريه، لانه كما نعلم ان الطاقات الاحفوريه هي
ذاهبه الى الزوال، يعني مهما تكون يعني عدد السنين اللي تكون عندنا نتوفروا بهذا يعني الطاقه هذه، مي هي نعرفوا بلي طاقه يعني محدوده، واللي يجي يعني يوم وين ما يكونش عندنا هذا النوع من الطاقه، لذا يلزم نستثمر في مجال الطاقه المتجدده اللي هو مجال متنوع. جميل جدا الحديث عن الاستثمار في الطاقه المتجدده، الان اقول ايضا واضح في مجال اتجاه السلطات العليا في البلاد للتوجه اليه، وايضا الاستثمار فيه. لو نتكلموا على مجلس الوزراء الاخير الحديث فيه وعن توفير ربما الجانب المالي الذي لطالما ربما عكر صفو التوجه الى الاستثمار والتفصيل في عالم الطاقات الجديده والنظيفه في بلادنا، الان لله الحمد هناك توجه واضح من السلطات العليا للبلاد من أجل الاستثمار في مجال الطاقات المتجددة. نتكلم ربما عن هذا العلاقة وكيفية ربما إشراك جانب الأكاديميين والباحثين في مجال الطاقات المتجددة في الجزائر. نعم، اولا يعني الحق اتكلم شويه على هذا، يعني الطبعه نتاع هذه السنه هذه كانت مميزه، اللي هي يعني التمييز نتاعها كان يعني بدعوه يعني الفاعلين الاقتصاديين، ويعني محاوله ارساء جسور يعني شراكه بين مركز البحث وكذلك الاقتصاديين. جميل. هناك امثله يعني الحقيقه امثله مجسده في الميدان، وهي يعني اشكاليات يعني في مجال الطاقه اللي احنا حاليا نعمل عليها. نقدر نعطي مثال، هناك مثلا شركه يعني خاصه انها مثلا تستعمل الغاز الطبيعي مثلا لتسخين الماء لمعالجه يعني كما نقولوا ماده معينه يعني داخله في الانتاج لذا احنا مثلا هو السيد يعني مثلا نعطي مثال هذا يعني هذه الشركه الاقتصادي تقرب الى المركز يعني وطلب يعني انه حل. نعم نطلب حل يعني حل عملي لكي نقدروا يعني نعوضوا الغاز الطبيعي يعني بالطاقه الشمسيه. وهناك فرقه بحث يعني يعملون في هذا التخصص، وراهم حاليا يعني جسدوا هذا المشروع هذا، وراه الحقيقه مشروع هو في طور يعني كما نقولوا في طور الدراسه. جميل جدا. والانجاز يعني انجز المشروع، لكن يجب ان تكون هناك متابعه لكي يعني نقوم بالتالي يعني نقولوا باللي ولا يعني نجستيفيو ونقولوا باللي هذا يعني المشروع هذا ولا هذا يعني النموذج يقدر يكون صالح لتقريب جميع الاستعمالات في هذا المجال. لذا يعني هناك شراكات حقيقيه يعني ميدانيه وعمليه ويعني تستحق التشجيع. وهناك مثلا استطيع ان اعطي مثال يعني اللي ما تم تتويج يعني فرقه بحث يعني في هذا اليوم ليتعمل في مجال مثلا استعاده الزيوت المستعمله في المطاعم واعاده رسكلتها وانتاج واللي نقدروا ننتجوا منها يعني مثلا الغازوال يعني المازوت. دونك لذا يعني هناك يعني افكار يعني نقدروا نجسدوها وافكار يعني بسيطه. لذا يجب يعني الولوج بصفه سريعه. يعني نقدر نعطيك مثال يعني الكثير من الامثله في هذا المجال. هي في الحقيقه الانتقال الطاقوي هو ينقسم الى شطرين. هناك يعني الانتقال الطاقوي، هناك يعني الشطر الاول هي الفعاليه الطاقويه، والشطر الثاني هو استغلال الطاقه المتجدده. كي نروحوا مثلا الشطر نتاع الفعاليه الطاقويه، يعني نقدروا نتكلموا على مثلا اقتصاد الطاقه، نقدروا نتكلموا على تسيير الطاقه، نقدروا نتكلموا على التحكم في الطاقه، نقدروا نتكلموا على يعني الريسيكلاج يعني رسكلات يعني النفايات اللي نقدروا نستخرجوا منها يعني الكثير يعني من المواد، سواء يعني مواد اوليه او نقدروا مثلا رسكلات النفايات العضويه مثلا في يعني استغلالها لانتاج يعني بعض يعني المواد يعني كما نقولوا مثل الغاز، مثل يعني كذلك يمكن هناك بعض النفايات اللي نقدروا نستغلوها مثلا لاستخراج مثلا للزالكول بار اكزومبل. يعني هناك يعني كثير من يعني التطبيقات اللي يمكن يعني بصفه يعني سريعه وفعاله نقدروا نطرقوا لهم. هنا بما يخص يعني الفعاليه الطاقويه، هناك مثلا كي نتكلموا على اقتصاد الطاقه، استعمال مثلا كما نقولوا الالات الكهربائيه اللي ما تستهلكش يعني كثير من الكهرباء واللي هي متوفره يعني في السوق الوطنيه، وكذلك نقدر نستعملوا الالات يعني الذكية. حاليا نعرفوا مثلا هناك مصابيح ذكية اللي يعني هذا المصباح ما يشعلش غير ولا يكون مثلا تكون هناك حركة ويكون هناك يعني يكون الضوء مثلا الضوء ناقص، نقدروا نستعملوا هذه الآليات ولا هذه الأجهزة يعني بصفة يعني كمثال، يعني مثلا نخفضوا منها يعني استهلاك الطاقة.
وهذا يعود طبعا يعود بصفة مباشرة أنه كن خفضوا من استهلاك طاقة أنه نخفضوا من استهلاك الغاز. كما نعلم حاليا الجزائر يعني الإنتاج الكهرباء تقريب هو 95% يأتي من استهلاك الغاز الطبيعي فعلا. لذا يجب تقليص الغاز اللي كما قلنا والتوجه إلى هذا البدائل الطاقوية الجميلة. حديثنا متواصل الدكتور إسماعيل السماوي رئيس قسم التكنولوجيا الحديثة بمركز تنمية الطاقات المتجددة ببزريعة. نتكلم دائما عن دور التكنولوجيات، وقبل ذلك نتكلم عن كيفية الانتقال الطاقة. نعم، في الحقيقة يعني تكلمنا عن الفعالية الطاقوية، والآن يعني عندما يعني نجسد هذه الفعالية هذه تمكننا من استغلال الطاقة المتجددة يعني بصفة سلسة وبصفة كما قلوا سهلة. لذا في استغلال الطاقات المتجددة كما نعلم أن الجزائر عندها باع كبير يعني في الطاقات المتجددة من حيث المخزون الطاقوي. نقدر نقول يعني من خلاف يعني الطاقة الشمسية اللي نقدر نستغلوها يعني على محورين، هي الطاقة الشمسية الحرارية والطاقة الشمسية الكهروضوئية اللي هي حاليا يعني المستوى العالمي هي الطاقة يعني الأقل تكلفة بالنسبة للطاقات الأخرى. هناك الطاقة الحرارية الشمسية اللي نقدر نستغلوها مثلا في السخانات الشمسية، وهناك كذلك الطاقة الشمسية الحرارية للمياه الجوفية يعني المياه الجوفية الحرارية للحمامات. احنا كما نعلم الجزائر عندها اكثر من 240 نقطة يعني مياه جوفية حرارية اللي نقدروا نستغلوها على الاقل مثلا في تسخين يعني كما نقولوا في تسخين يعني المحلات يعني المحيطة بتلك النقطة. يعني نقدروا نقولوا نوفروا يعني في كل يعني مكان يعني على حسب خصوصية المكان نستطيع ان نستغل هذه الطاقة يعني على حسب كل خصوصية كل مكان. لذا نقدر نوفروا الكثير من الطاقة باستغلال هذه الطاقات اللي كما نعلم كاين حمامات يعني عندها يعني درجة حرارة اللي تفوق 70 الى 80 درجة اللي يمكن نستغل يعني هذه المياه اللي مثلا للتسخين، وبعد التسخين يعني ان المياه هذه تقدر تروح يعني مثلا للري يعني للسقي مثلا. لذا يعني عندنا كل الامكانيات، وهناك يعني مناطق اللي عندها مثلا كومون يعني طاقوي منطقة الرياح اللي كذلك نقدروا نستغلوا في 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 توليد الكهرباء. لذا عندنا يعني الحمد لله امكانيات يعني من حيث يعني الكومون يعني طاقوي كبيره جدا. والمركز هو عنده في الحق عنده دور محوري يعني في كما نقولوا هذا الانتقال الطاقوي. حاليا نعمل مثلا مع شركاء الاقتصاديين من حيث تطوير بعض النماذج لكي نلبي بعض الاشكاليات يعني في مجال يعني توفير الطاقه. هذا من جهه، ومن جهه اخرى نعمل مع اتفاقيات مع الكثير من الجامعات لكي يقوم يعني كما نقول باعطاء دفعه يعني للتكوين في هذا في هذه التخصصات. نعم، لانه كما نعلم الكثير من الجامعات لديها تخصص الطاقه المتجدده مستوى ماستر. لذا مركز تنميه الطاقه المتجدده يعمل في هذا المجال لكي يعني تطوير البرامج واعطاء يعني خليني نفصل معك فقط في هذه النقطه رجاء دكتور. اذا تسمح لي مساله الجامعه والاستفاده من البحوث الان. الكل يعلم أقول أنه مشاريع البحث الجامعية خاصة في التخصصات التقنية، ولما نتكلم على الطاقات المتجددة ربما بصفتها التقنية الأمر يعنيها أكيد بضرر بطريقة أو بأخرى. الآن كل مشاريع نهاية التخصص وكل المشاريع الموجودة أقول على مستوى حتى ليسونس قبل ما نتكلم على الماجستير أو الماستر والدكتوراه تحتاج إلى ما يسمى بابتكار أو اقتراح حلول بديلة من خلال هذا مشاريع البحث في نهاية التخرج. هل الآن الجامعة فعلا لها أن تكون قاطرة للاقتصاد الوطني في مجال الطاقات المتجددة بهذا الشكل؟ نعم بالطبع، هي الجامعة في الحقيقة عندها نقدر نقول عندها يعني دو فولي يعني عندها جانب التكوين وعندها كذلك جانب البحث. نعلم بأن الجامعات هي في الحقيقة عندها مخابر للبحث في الجامعات، لكن من حيث التكوين هناك كذلك مستويات يعني كاين مستوى مثلا ليسونس أو مستوى الماستر وكذلك مستوى الدكتوراه. يعني في مستوى مثلا نقولوا نقدروا نعطيو مثال في مستوى الماستر هناك كلك صورت يعني انيسياسيون على ريشيرش يعني هذا يعني الطالب يعني يقدر يعني يتناول المواضيع في مجال الطاقة المتجددة ويقدر يساعد مثلا طلبة الدكتوراه يعني للتطوير، لأنه في الدكتوراه يعني الشيء هو يعني الشرط الأساسي هو أن يكون الموضوع يعني عنده ذو أصلية يعني أصلية الموضوع. لذا الطالب في الماستر يمكن أن يساعد طالب في الدكتوراه من حيث يعني جانب من جوانب الموضوع. لذا يعني
يعني نحن في المركز مثلا نعطيك مثال نقوم بتأطير هذه الطلبة يعني وخاصة طلبة الماستر، نعطي لهم يعني بعض الجوانب يعني الصغيرة في العديد من المواضيع في الطاقات المتجددة، يعملوا عليها ويديروا يعني كما نقولوا مشاريع نهاية الدراسة في هذه المجالات. لذا نقدر نقول بان الجامعه راهي تواكب يعني هذا كما نقولوا هذا يعني هذا الانتقال الطاقوي بصفه مباشره، يعني عبر التكوين الطلبه اللي يمكن يعني في المستقبل يكونوا هما يعني كما نقولوا اليد العامله في هذا في هذه التخصصات. ونقدر نمد لك مثال يعني نعطيك مثال في هذا الخصوص، يعني مؤخرا قمنا كما نقولوا باطراء برنامج ل كما نقولوا استحداث ماستر بروفيسيونال في جامعه مثلا باب الزوار لي اس اتش بي لباب الزوار جيستومون، هذه يعني التجربه الاولى ماستر مهني مهني نعم مهني. ماستر بروفيسيونال لانه حاليا كاين ماستر اكاديمي. لذا يعني كاين عندنا الحمد لله التجربه الاولى اللي راح نديروها ان شاء الله تكون دفعه يعني ماستر بروفيسيونال اللي يروحوا مباشره الى الحياه العمليه اللي يقدروا يعني كما نقولوا نضمنوا يعني انتقال طاقوي يعني بكفاءات وطنيه ان شاء الله. هناك ايضا ما يسمى الان بالحاضنات والمسرعات على مستوى الجامعه، هل نعم. يعمل مركز تنميه الطاقات المتجدده لربما مع بعض الجيوب فيها خلينا نسلم؟ نعم نعم، هي في الحقيقه هو تقريب يعني هو نفس المبدا كي يقولوا هو انشاء يعني جسور مع الشريك الاقتصادي، يعني تقريب هو نفس المبدا لكنه هنا يعني هو شيء يكون يعني اكثر تاسيس كي نقولوا نديروا حاضنه، يعني رايحين ان شاء الله نعطيو دفعه مثلا لمؤسسه كما نقولوا مصغره او مؤسسه حديثه العهد عندها انشغال يعني عندها مشكلة. نعم عندها انشغال وعندها كما قلت اشكاليه اللي تقدر يعني انها تبادر يعني باش تتناول يعني احدى هذه التخصصات في المستقبل ان شاء الله. كلمتني على وحدات الانتاج في غردايه واضرار نعم. وبوسماعيل، ربما اراها مهمه في عمليه التفصيل فيها لانه الامر يعني أيضا برنامج وطني لتعميم استعمال خاصة الألواح الشمسية في كثير من الفضاءات الريفية في المناطق النائية، وربما أهمية هذا الأمر خلينا نقيسها بمدى الكوابل الكهربائية اللي كانت ربما تستغرق خلينا نقول لك مئات الكيلومترات للوصول إلى الدرة المستثمرات الفلاحية القرى والأماكن المعزولة، أهمية مثل هكذا وحدات أولا في هذه العملية وهل هي كافية لتغطية البرنامج المسطح؟ نعم، هي أول وقبل كل شيء أريد أن أتكلم عن الأبواب المفتوحة. في الحقيقة وحدة بوسماعيل تيبازا يعني كذلك يعني قامت بالتوازي مع مركز تنمية الطاقات المتجددة بهذه الأبواب المفتوحة، لكن يعني طبعت يعني الوحدة لهذه السنة كانت لعدة أيام، يعني خصوا يوم يعني للشركاء الاقتصاديين، وخصوا اليوم التالي لطلبة الجامعيين، وخصوا يوم ثالث لي يعني نقولوا للتلاميذ يعني المدارس يعني المتوسطه والثانوي، وكذلك ان شاء الله يخصوا اليوم الاخير يعني الجمهور العريض لكي يكون هناك يعني تحسيس والتوعيه شامله يعني لهذا المجال في يعني سواء الطبقه يعني المثقفه او يعني كما نقولوا الجمهور العريض بصفه عامه لاستغلال هذا المجال. فان يعني كي نجيو نتكلموا يعني على الوحدات يعني في 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 الاماكن الاخرى، هذه الوحدات عندها يعني دور كبير انها كما نقولوا تقوم يعني بدراسه يعني مختلف هذه يعني الاجهزه والامكانيات اللي ممكن تستعملوها في الطاقه الشمسيه في نقولوا في المناطق يعني كما نقولوا الصحراويه خاصه كما نعلموا احنا عندنا مناطق صحراويه يعني تتميز ولا يعني كما نقولوا عندها كما خصوصيه من جهه من حيث يعني ارتفاع الحراره او من حيث يعني الرياح الرمليه مثلا اللي عندها تاثير يعني على مردوديه يعني العتاد والاجهزه الشمسيه. لذا هذه الوحدات هي حاليا تعمل في مثل هذه المواضيع لكي يمكن يعني مستقبلا يكون هناك اشكاليات في هذا يعني في هذا المجال انه نطوروا اجهزه اللي تكون يعني تناسب هذه الاماكن. هناك يعني نقدروا نعطيو مثال، هناك يعني كما نقولوا انظمه يعني تم ارساؤها في المناطق يعني مثلا الصحراويه لي يعني مع الوقت لقينا فيها مشاكل يعني من حيث يعني ارتفاع درجة الحرارة عندها تأثير كبير على هذه الأجهزة، لأن هذه الأجهزة يعني صنعت مثلا في دول أخرى اللي ما عندهاش نفس
يعني نفس المحيط والظروف نفس المناخية. الظروف المناخية يعطيك صحة. لذا هذه يعني في الحقيقة هذه الوحدات يعني زيادة مع الجامعات يعني الموجودة في المناطق يعني سواء صحراوية أو في الهضاب العليا، لأن كما نعلم حاليا كل الجامعات تقريبا تعمل في مجال الطاقات المتجددة، أظن أنه يعني يكفي أن نستغل يعني هذه كما قلوا الإمكانيات الموجودة في الجامعات سواء في الجامعات أو في وحدات البحث العلمي لكي يمكن أن نطور إن شاء الله هذا المجال إن شاء الله. الحديث دائما متواصل دكتور إسماعيل سماوي عن عالم الطاقات المتجددة في بلادنا وكيفية بعثها، ربما الآن مسألة انخراط الباحثين المتخصصين في المجال الطاقات المتجددة في بلادنا واضح من خلال مركز الطاقات المتجددة. المركز لربما له أيضا تعاون دولي ربما في هذا المجال، لأنه الكل يعلم أن التطورات أيضا المتسارعة في هذا المجال هي أيضا كبيرة، ويجب ربما للمركز ولنا جميعا أن نواكبها. نعم، هي في الحقيقة عندنا اتفاقيات مع مراكز بحث دولية مثلا في ألمانيا، في أمريكا، في 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 هولندا. جميل. لتعمل يعني في تقريبا نفس التخصص وخاصة في مجال الطاقة الشمسية الكهروضوئية من حيث يعني نوعية الألواح الكهروضوئية يعني مستعمل. كيفية نعم كيفية يعني كما قلوا مراقبة هذه الألواح، لأنه نعرف درك يعني السوق يعني هو مفتوح، السوق مفتوح لجميع يعني الأشكال وجميع الأنواع وجميع الماركات يعني في هذا يعني المجال. لذا يجب يعني التحكم جيدا في يعني في مراقبة النوعية، خاصة لأنه يعني الشيء الوحيد اللي يمكن يضمن يعني نجاح هذا الانتقال الطاقوي هو إرساء أنظمة مراقبة نوعية يعني وتقريب متابعة هذه الأنظمة يعني بصفة يعني كما قلوا دقيقة لكي نضمن يعني إن شاء الله نجاح هذا الانتقال الطاقوي، لأنه يرتكز أساسا على نوعية الأجهزة. دائما العودة إلى أهمية استغلال الأبحاث والدراسات في المجال هو مهم. الكل يعلم أنه للأسف كثير من الأبحاث في وقت سبق في هذا المجال وفي مجالات أخرى بقيت حبيسة الأدراج، وربما كثيرا منها تجاوزها للأسف الزمن أقول، ولم يتم ربما الاهتمام واستغلالها والاستفادة منها. نتكلم الآن ربما خليني أقول لك عن أيضا فضاء يمكن أن يكون بين الباحثين بينهم لخلق خليني أقول لك مجموعة حوار والتنسيق ربما لتحديد أهم محاور العمل في مجال الطاقات المتجددة في بلادنا. نقول هذا الكلام ربما حتى نكون أكثر فعالية وما تروحش ربما جهود بعض الأبحاث سدى دكتور. نعم، هي في الحقيقة بصفة عامة هي الأبحاث العلمية هي أولا ترتكز على كما قلوا دراسة بيبليوغرافية يعني من قبل، يعني قبل أن نتطرق إلى موضوع في البحث العلمي كما قلوا نعمل يعني قبل ذلك نعمل يعني دراسة بيبليوغرافية يعني مفصلة لكي يعني نستطيع أن نصل إلى إشكاليات يعني أصلية لتطوير مجال معين. لذا هنا في الجزائر هنا حاليا يعني يخص أنه يعني نعمل على الإشكاليات يعني التي نحن بحاجة إليها يعني، وهذا جسمه هذا يعني كما قلوا هذا التوجه إلى هذا الهدف يعني هو كما قلوا تحفيز لجعل يعني مراكز البحث أو وحدات البحث أنها تعمل جسور مع الاقتصاديين، لأنه كما نعلم هو الإشكالية دائما تأتي من يعني من الميدان يعني، وليس الباحث هو الذي يقترح الإشكالية. فعلا. عندما نعمل بأن لدينا إشكالية في مجال معين يعني تقريبا يكون لدينا يعني مخطط يعني كيف أننا نعمل في هذه الإشكالية أو نوفر لها الوسائل لكي نجد حل لهذه تلك الإشكالية. دائما ربما الكلام على الطاقات المتجددة حتى يعني في صيغته الإعلامية وأيضا في البيانات ربما الرسمية من الهيئات والمؤسسات الوكالات التي تعنى بالمجال دائما يكون فيها الربط بمسألة الطاقات النظيفة. هل ربما الأمر تقني متعلق ربما بعدم
خليني نقول لك تلويث البيئة من خلال استعمال هذا الطاقات، أو أن ربما أيضا الدراسات لما تكون دقيقة تخلينا فعلا نراهن على استعمال الطاقات المتجددة دون أن نضر بالبيئة. نعم، وكي نقولوا طاقات نظيفة هي في الحقيقة تقريب يعني الاسم أو الوصف يعني يعبر على نفسه. كي نقول طاقة نظيفة هي أولا أنه تكون طاقة لا تضر بالبيئة، يعني ليس هناك تلوث، هذا هو الشيء الأول. كي نقول مثلا طاقة شمسية الكهروضوئية، هناك تحويل مباشر للأشعة الشمسية إلى كهرباء. كي نقولوا مثلا كي نستعملوا مثلا الطاقه الاحفوريه مثل الغاز الطبيعي لتوليد الكهرباء، هناك انبعاثات يعني للغازات المضره بالجو مثل يعني غاز CO2 اللي معروف يعني بصفه عامه. لذا يعني كي نقولوا الطاقه النظيفه هي عموما انها طاقه ليس لديها كما نقولوا انبعاثات يعني للغازات المضره للهواء. في خلال شرحك لمجمل الاقسام اللي يحتويها المركز، مركز تنمية الطاقات المتجددة بمزرعة قبل قليل، تحدثنا على 5 أقسام المهتمة بالطاقات الشمسية وغيرها. كان ربما هناك الحديث عن قسم يهتم بالجانب الهيدروجيني، ربما نحاول أن نربط ما جاء في مجلس الوزراء الأخير من خلال الاهتمام بالطاقات النظيفة والمتجددة في بلادنا ومسألة استعمال الهيدروجين الأخضر. خلينا نتكلم ربما بالتفصيل ونشرح للمشاهدين المقصود بالهيدروجين الأخضر كيفية استعماله أيضا كطاقة، ومن أين ربما ننتجه إلى صح التعبير. هو في الحقيقة إنتاج الهيدروجين الأخضر يمكن أن يكون له عدة مصادر. وكان من بين المصادر هو الماء، نقدر نستخرج الهيدروجين من الماء، وكذلك تفكيك. نعم، بتفكيك ذرات الماء وجزيئات الماء لنقدر نستخرج منها الهيدروجين. وكي نقولوا هيدروجين أخضر أي الطاقة المستعملة لاستخراج الهيدروجين تكون طاقة نظيفة، مثل الطاقة الشمسية الكهروضوئية أو الطاقة الشمسية الحرارية اللي نقدر نستعملها لاستخراج الهيدروجين. يعني الطريقة التي يمكن أن نستخرج منها الهيدروجين هي كذلك طريقة لا يكون فيها التلوث للهواء. لذا نستعمل هذا يعني المصطلح الهيدروجين الأخضر. والهيدروجين هو في الحقيقة غاز يمكن نستخرجه من كثير من المصادر. هناك الغاز الطبيعي الموجود، يعني المخزونات للغاز الطبيعي الموجودة كذلك هناك يعني فيها مادة الهيدروجين، وباستغلال كما قلوا الطاقات يعني المتجددة يمكن أن نستخرج هذا الهيدروجين بصفة كما قلوا غير ملوثة. الحديث دائما عن هذه الأيام والعودة إليها دكتور التي ينظمها مركز تنمية الطاقات المتجددة فيما يخص الطاقات المتجددة، هل له علاقة بربما بعض التوصيات التي قد ترسل إلى الجهات الوصية في مسألة ربما ضبط الإعدادات، خلينا نسميها ربما، للتوجه إلى عالم الاستثمار وتحقيق توجه حقيقي رشيد للطاقات المتجددة في الجزائر؟ نعم، هو في الحقيقة التوصيات اللي نقدر يعني نقدموها حاليا أنه أولا أن نركز على كما قلوا اقتناء الأجهزة كما قلوا ذات يعني النوعية رافعة لكي يمكن أن نحقق هذا الانتقال الطاقوي أولا. ثانيا يجب التفكير ماليا في كما قلوا إنشاء يعني صناعة يعني للطاقات المتجددة في الجزائر، لأنه نقدر نقول باللي عندنا إن شاء الله إمكانيات وعندنا كفاءات في هذا المجال، يعني ومع الوقت يمكن أن نقوم بإرساء يعني صناعة يعني متطورة في هذا المجال، وهذا مجال متنوع ومتعدد. وكذلك النقطة الثالثة هي كما قلوا يعني كما قلوا استعمال الأجهزة فيما يخص اقتصاد الطاقة، استعمال الأجهزة أو استعمال الذكاء الاصطناعي لتطوير هذه الأنظمة هنا في الجزائر لكي يسهل لنا استغلال هذه الطاقات المتجددة في المستقبل إن شاء الله. كل شكر لك الدكتور إسماعيل سماوي، رئيس قسم التكنولوجيا الحديثة بمركز تنمية الطاقات المتجددة بمزرعة. تحدثنا بكل تفصيل عن الأيام المفتوحة التي نظمها المركز حول الطاقات المتجددة. لا أدري إن كان للمركز أقول ربما إسهامات في بعض الفضاءات المخصصة للطاقات المتجددة في بلادنا من خلال الصالونات المعقودة دوريا دوليا ووطنيا أيضا أم لا؟
نعم بالطبع، تقريبا مركز تنمية الطاقة المتجددة هو تقريبا يعني موجود في 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 الكثير من الصالونات، وكل صالون اللي عنده علاقة بالطاقة تقريبا مركز تنمية الطاقة المتجددة هو يعني كان يعني السباق في يعني عرض كما قلوا منتوج البحث يعني الذي قام به الباحثين. وإن شاء الله يعني في كما قلوا في الغد القريب هناك يعني صالون في جامعة باب الزوار، ويكون يعني في عرض مشاريع البحث، وإن شاء الله مركز تنمية الطاقة المتجددة يكون موجود في هذا الصالون. إن شاء الله كل التوفيق لك دكتور إسماعيل سماوي، رئيس قسم التكنولوجيا الحديثة بمركز تنمية القدرات أو الطاقات المتجددة ببزرعة، شكرا جزيلا لك. العفو، يعطيكم الصحة على الاستضافة. أهلا بك دائما. ظاهرة مازالت متواصلة معكم مشاهدينا الكرام. ملفنا التالي سنتحدث فيه عن ديوان الحظائر والرياضات والتسلية لولاية الجزائر من خلال الحديث عن فضاءات التسلية خلال فصل الصيف. ابقوا معنا.
نعرف باللي لهرنا الله يبارك ناس كرامة ويرحبوا بالأجناب، وماذا بنا يكون عندنا الحفل هذا الذي يعني غادي يجري في وهران، حفل يعني مليح ما وتكونوا في المستوى، وإن شاء الله يكون الملاعب والمراكب يكونوا معمرين بالجمهور، الجمهور الوهراني. لازم نفتحوا يدينا للإخوة الرياضيين تاع البحر الأبيض المتوسط، نشجعوهم. هذا سيتان فير بلاي كما يقول لك يعني بالفرنسويه، وحنا نكونوا بالعقليه الرياضيه والروح الرياضيه. الملف التالي في الظهيرة نتحدث فيه مشاهدينا الكرام عن حظائر الرياضات والتسلية لولاية الجزائر. من خلال ذلك نتحدث عن فضاءات التسلية بمناسبة العطلة الصيفية وموسم الاصطياف. أسعد معكم مشاهدينا الكرام بالترحيب بالسيدة شفيقة وعدية، مساعدة المدير العام لمؤسسة التسويق والمسؤولة أقول عن التسويق والاتصال الآلي لديوان حظائر الرياضات والتسلية لولاية الجزائر. مساء الخير سيدتي. أهلا، شكرا على الاستضافة. في البداية نتعرف مع المشاهدين جميعا على ديوان حظائر الرياضات والتسلية لولاية الجزائر. شكرا. ديوان حظائر الرياضات والتسلية لولاية الجزائر هي مؤسسة عمومية تابعة لولاية الجزائر، تقوم وهي مؤسسة تجارية ذات طابع تجاري واقتصادي، تقوم بتسيير كل ما هو حظائر ومنتزهات على مستوى العاصمة. أيضا هي تعمل عندنا مؤسسات فندقية، عندنا مؤسسات إطعام، يعني هي وتركيبات وبنى تحتية رياضية، يعني هي هيئة متجانسة اللي تقدر تكون في الرياضة والتسلية والمنتزهات. جميل جدا. إذا هذا التنوع يخلينا لربما نتكلموا على تحضير لموسم الاصطياف هذا اللي لربما راه انطلق الآن فعليا. فعلا يعني انطلق رسميا في 17 جوان. بالفعل الديوان يحتوي على عدة منتزهات ممكن المواطن الجزائري يعرف أكبرها هي منتزه الصابلات اللي هو اليوم أصبح قبلة للمواطن مش فقط العاصمي ولكن حتى كل ربوع الوطن خاصة في موسم الاصطياف. اليوم نشهد حضور حتى 200 ألف زائر يوميا، لأنه نستقطب 200 ألف زائر يوميا في موسم الاصطياف، لأنه أصبح وجهة في حد ذاته. منتزه صابلات اليوم أصبح وجهة للمواطن الجزائري للتنزه للترفيه عن النفس. جميل. يعني كما يقولوا يجمع المساحة الخضراء مع البحر مع مجمل الخدمات الموجودة أيضا في فضاء رحب كبير، يمكن أن يستقطب أيضا السيارات وعددها الكبير. أكيد عندنا كي نتحدثوا على الخدمات، عندنا مثلا لو كان نهضروا فقط على الحاضرة، عندنا حاضرة اللي تتسع 2000 سيارة، عندنا كل المرافق والخدمات الضرورية للمواطن الجزائري المقيم اللي يجي فقط للتنزه، ولا حتى اللي يجي من الولايات الداخلية ولا من الجنوب، اللي نقدروا عندنا احنا حتى الفنادق اللي يقدروا يستقطبوا هاد المواطنين والزوار. واكيد المطاعم وايضا فضاءات الخاصة بالتسلية والرياضة، كل ربما المجال اللي فيه حديث عن الخدمات المتنوعة. ربما أمر يخص بعض خلينا نقول لك الأسعار الرمزية اللي مقارنة ربما بالخدمات المقدمة، ولكن الأمر أيضا يعني المؤسسة هذه باعتبارها يعني ذات طابع تجاري من ربما تحقيق بعض الأرباح اللي خاصة بالتسيير. نتكلم ربما على ركن مثلا سيارات الزوار، كراء ربما بعض الفضاءات لبعض المتعاملين أو بعض التجاريين أو عديد القطاعات. أكيد. الديوان منذ هذه السنوات الأخيرة نقوله من 2019 دخل في طابع تجاري اكثر محض. يعني محض اللي ولو انه يعني قعدنا نشوفوا الخدمه العموميه، لانه فضاء
مجاني الدخول الى فضاءات الديوان كلها مجانيه ولكن الخدمات في داخل المنتزه ولا في داخل مختلف مواقع الديوان اكيد لانه سي نورمال تكون بايون لانه احنا تعاملنا مع متعاملين اقتصاديين اللي جازوا على اجراءات مزايده وين اخذوا ولا كراو مساحات اللي حطوا فيها مختلف الخدمات الاطعام الالعاب الرياضيه الالعاب الاطفال اكيد وكاين مواقع اخرى اللي هي مثلا مركز الفروسيه اللي خروبه ولا البنى التحتيه الرياضيه اللي هي مختلف الملاعب هذه مازالها الاسعار الرمزيه وين يقدر المواطن الجزائري يكون. نعود بعد الفاصل السيدة شفيقة وعدية لمواصلة دائما حديثنا عن عالم تسيير حظائر أو رياضات التسلية لولاية الجزائر. سنعود بعد هذا الفاصل. أعود إليكم من جديد مشاهدينا الكرام وإلى السيدة شفيقة وعدية مساعد المدير العام المسؤول عن التسويق والاتصال الآلي في ديوان حظائر الرياضات والتسلية لولاية الجزائر. إذا منذ قليل ربما كلمتينا عن مجمل فضاءات عمل والتنسيق الخاصة بالديوان، حبذا لو نعود أيضا بالتدقيق للتحضير لموسم الاستياف هذا الذي أكيد أنه
يكون في وقت يعني مبكر قبل بدء موسم الاصطياف، وبأخذ بعين الاعتبار خلينا نسميها ربما خارطة ولا مخطط لإنجاح هذا الموسم. بالفعل هذا العام بعد أعوام من كورونا، بعد أعوام من حجر صحي، كان كلف الديوان بتعليمات سيد الولي والسلطات على تحضير محكم لإنجاح موسم الاصطياف. كان دور الديوان هذا العام هو توفير كل الخدمات والمستلزمات للمصطافين. اليوم لو كان نروحوا نشوفوا في مختلف شواطئ العاصمه نجد انه كل الخدمات متوفره، من اطعام، من بيع لوازم بحر، من فضاءات للتسليه للاطفال. كل هذه الخدمات سطر لها كما قلت في منذ شهر جانفي السابق، وحتى منذ نهاية الفصل الموسم الاصطياف الماضي. ينتهي الموسم الاصطياف نبدأ في جرد المشاكل التي حال التقييم، نقيم الموسم الاصطياف ونحضر للموسم المقبل. فهذا العام حضرنا، كاينه لجنه داخليه هي مكلفه بتسيير الموسم الاصطياف، حضرت كانت على قدم وساق، حتى وحنا ما يخفاش عليك انه موسم الاصطياف في مواقعنا يبدا من شهر رمضان الكريم، لانه الاقبال في شهر رمضان الكريم يكون اقبال كبير، لانه من شهر رمضان الكريم وحنا واجدين ومهيئين لاستقبال عدد كبيره من الزوار لا في مواقعنا ولا حتى في الشواطئ، وين نحن مكلفون كما قلت بتهيئة الخدمات اللازمة للمصطافين. والكل يعرف أنه الشهر الفضيل فعلا في هذه السنوات الأخيرة دائما قريب من فصل الصيف، إذا العملية راح تكون متواصلة من بدايتها بالفعل في الشهر الفضيل إلى ما بعده ودخول موسم الاصطياف. بالعودة إلى ربما مساحات الكراء الخاصة بكثير من الخدمات الخاصة بالفندقة بالإطعام، كثير من الخدمات الأخرى التي لربما تخص بعض المتعاملين، بعض القطاعات الإنتاجية أو التجارية اللي تشوف خدماتها ربما يجب أن تكون حاضرة على مستوى حظائر الرياضات والتسلية لولاية الجزائر. الأمر أكيد أنه يخص المزايدات والمناقصات ربما اللي تخضع للقوانين المضبوطة. بالفعل كما قلت احنا في الإجراءات الداخلية نعمل على توفير كل الخدمات، وذلك باتخاذ كل الإجراءات. المزايدة مثلا لكراء المساحات، عملية المزايدة تكون قبل مع فتح كل موقع جديد، يكون لأنه ما يخفلكش أنه المواقع الديوان يسير كل الحدائق الجوارية في كل بلديات العاصمة. ناهيك عن المنتزهات الكبرى، عندنا مثلا قلت كما قلت منتزه صابلات ولا منتزه الليدو ولا حظيرة الرياح الكبرى، يعني مواقع شاسعة، مواقع كبيرة. فهذه المواقع يتم تحضير العمليات المزايدة وين يجوا المتعاملين الاقتصاديين لكراء مساحات لوضع مختلف الخدمات مع الخدمات اللي يوفرها الديوان نفسه. الأمر لما نتكلموا على حظائر الرياضات والتسلية في الجزائر مربوط أيضا بالمساحات الغابية الموجودة على مستوى العاصمة سيدتي. نعم طبعا نحن أيضا نسير عدة غابات، مثلا غابة بن عكنون. غابة بن عكنون ليست حديقة الحيوانات، غابة بن عكنون غابة بن عكنون اللي قبلت المركب الرياضي الأولمبي 5 جويليه محمد بوضياف. هذه الحديقة، لأنه اليوم المواطن الجزائري لا يبحث للترفيه، لا يبحث فقط عن البحر. اليوم كاين عدة عائلات جزائرية تفضل الغابة، تفضل المساحات الخضراء. ويخفلكش أنه المواقع الديوان شاسعة، يعني المواطن الجزائري لما يجي سوقت الأطفال هناك مساحات كبيرة للعب، هناك مساحات مجانية مهيئة بتجهيزات للتسلية للأطفال لي بوتي توبوغون، وكاين مساحات أخرى اللي فيها متعاملين اقتصاديين خواص اللي جازوا على المزايدة. هذوك فيهم أكيد أسعار، والأسعار يعني لو نروحوا نشوفوا الأسعار دائما
مدروسة يعني مقارنة بأماكن أخرى. أكيد الحديث عن التنسيق ربما الآن بات واضح بينكم وبين مختلف المؤسسات أيضا التي تحاول أن تقيم بعض التظاهرات الاقتصادية التجارية لربما الرياضية، مادام الأمر راه قطاعي وأفقي يجعلكم ربما تحتكوا نقول خليني بكل القطاعات الموجودة. صح صحيح بالفعل. كل المؤسسات حتى المؤسسات الولائية مثلا، نذكر فنون وثقافة، تنظم تظاهرات في مساحتنا في مختلف المساحات التابعة للديوان. مديرية الشباب والرياضة اللي ايضا تعمل مختلف التظاهرات الرياضيه في مساحاتنا في على مستوى الشواطئ نصبوا الرياضات الصيفيه. كاين ايضا نادي الفروسيه اللي هو موقع من مواقع ديوان الحضائر اللي في خروبه اكيد. هذا ايضا، وكاين حتى المتعاملين الاقتصاديين الخواص اللي يقومون بتظاهرات اقتصاديه. قمنا باحتضان فعاليات تجارية مختلفة خلال موسم الاصطياف يزيد الطلب على هذه التظاهرات، لأنه الأماكن والمواقع تستقطب عدد كبير من الزوار. الحديث عن هذه المسألة ربما هو حديث عن خليني أقول لك تسيير أمواج بشرية ربما في ساعات متلاحقة من العمل أيضا، لأنه لما نتكلم ربما على موسم الاصطياف ربما ليلا نهارا المواطنين العائلات الشباب الأطفال المصحوبين من ذويهم يقصدوا هذا الفضاءات، خلينا نقول لك الضغط يزيد. نتكلم على مجال الأمن وتوفيره سواء من جهة العاملين والمنتسبين لديوان حضائر الرياضات والتسلية لولاية الجزائر أو بالتعاون مع الجهات الأمنية المعروفة من درك وشرطة وغيرها. هناك تعاون كبير مع مع الـ مع الـ مع الأمن مع المؤسسات الأمنية المختلفة، لأنه نرجع دائما للصابلات لأنه قبلة. فعلا الصابلات مثلا كاين مركز أمن متكامل مع الوحدات الأمنية الخاصة بالديوان، نصيبوا بلي كاين دورات الشرطة على مدار اليوم وحتى ساعات متأخرة من الليل، لأنه الفضاءات هذه مفتوحة تقريبا 24 ساعة، ما كاش ساعات الغلق. دونك حتى الناس اللي تجي تتنزه ولا تتمشى ولا تعمل رياضة صباح في الصباح الباكر ولا حتى في ساعات متأخرة من الليل، هذه الفضاءات كلها مفتوحة. حديثنا ربما سينتهي في أقل من دقيقة، رجاء نخليه ربما لدعوتك للعائلات الجزائرية لكل المتجهين إلى كل فضاءات الديوان ربما بصدر رحب أكيد، وأيضا ربما خلينا نقول لك للتعاون في أشكال ربما هي مألوفة لله الحمد، مدام أيضا الديوان يوفر كثير من مساحات التنظيف ورمي المهملات خاصة، وأيضا لربما عملية التنظيم في ممارسة الرياضة حتى اللي يمارس الرياضة لا يزعج العائلات اللي تقصد الفضاء ربما للتنزه. شكرا يعني لمنحي هذه الفرصة حتى أتحدث مع المواطن مباشرة. يقول فعلا اليوم هذه الفضاءات هي فضاءات للمواطن الجزائري، والحفاظ عليها يعني حفاظ على ممتلكاته. اليوم المواطن الجزائري نحب نوجه له نداء فقط حتى نكون مثلا ما نتركش مهملاتنا بعد ما نغادر قبل ما نغادر مكاننا نقدروا نفدوها هذه الأشياء. كل شكر لك. شكرا. يا سيدة شفيقة وعدية مساعد المدير العام المسؤولة عن التسويق والاتصال الآلي لديوان حضائر الرياضات والتسلية لولاية الجزائر، شكرا لك على كل هذا التفصيل. شكرا لك. في موضوع آخر، في الظهيرة وأمام الهجمات الإقليمية السيبريانية التي تستهدف أمن الجزائر عبر أسلحة الجيل الرابع والتي تعتمد على الإعلام والإنترنت، بات من الضروري صد هذه الهجمات والمحاولات من خلال ضبط شكل الإعلام بالمناطق الحدودية كدرع فعال، يقول الزميل عبد الجبار بن يحيى. حرب سيبرانية متعددة الجبهات تخوضها الجزائر ضد الخلايا الإقليمية المتآمرة التي تتسلح بتقنيات الجيل الجديد ووسائل إعلامية ثقيلة، تتصدى لها الجزائر فتحبطها.
تبقى المناطق الحدودية إحدى الدروع، يشكل في اعتقادي الإعلامي إحدى الدروع الإعلامية المهمة لصد كل هجمة إعلامية كيفما كانت، خاصة في المناطق الحدودية لما تتلقاه عبر مواقع الاتصال الاجتماعي وكذلك عبر المواقع الإلكترونية. يأتي هذا الملتقى للإعلام في المناطق الحدودية ليجسد الوعي والحس الوطني ضد المؤامرات، يكون فيها الإعلام والمجتمع المدني إلى جانب مؤسسات الجمهورية. لماذا؟ ليكونوا جداراً منيعاً ضد كل مصادر التهديد. يجب أن نعمل على إدارة مضمون إعلامي يتوجه للساحل يكون دقيقاً في مضمونه، أن نستقطب هذا الساحل من خلال مجتمع مدني فاعل للحفاظ على أمن واستقرار الوطن، وأيضا على الرد على مثل هذه الحملات الممنهجة لتشويه صورة الجزائر التي تبقى عصية على كل المحاولات إن شاء الله. هي حروب تندرج ضمن مخططات متعددة الأوجه والأطراف تستهدف عرقلة الجزائر الجديدة التي تصمم على المضي قدما في دورها الريادي إقليميا ودوليا، فتنسف الجزائر بنجاح كل هذه المؤامرات اليائسة. في سياق الحديث عن وهران دائما بحلة تنظيم الألعاب المتوسطية، أقول جولة فنية في جنبات الأحياء العتيقة قام بها فنانون وعلى إيقاع آلة الأكورديون التي لها أيضا من تاريخ الفن الوهراني جانبا. خير أبو طالب. وهران عروس البحر الأبيض المتوسط، أصل الحضارة والتاريخ بأزقتها وأحيائها العتيقة، من حي الدرب إلى المدينة الجديدة وساحة سيدي بلال، أين ترعرع عمداء الفن الوهراني بلاوي الهواري وأحمد وهبي. وهران نبغيك بزاف، حبك ساكن في قلبي، قلعة سيدي الهواري وسيدي بلال وسيدي الحسني، أرض الأحرار والصالحين والسادات اللي نصرهم ربي، منك خرجوا علماء مشهورين حكمتهم متعلم متربي، فحاوا عليك شهداء أبرار مثال زابانا أبو المهيدي العربي. مرحبا بكم عندنا في حي الدرب العتيق تاعنا، حي قديم وفيه فاتوا منه رجال كثيرين وناس كثيرين، وهذا المحل اللي راكم تشوفوا فيه محل قديم من وقت الجد، من وقت الجد كان فيه، من بعد ولا فيه الأب، من بعد وليت فيه أنا، هذا عنده 3 جينيراسيون هذا المحل هذا. زايد هنا في مدينة جديدة، زايد في أمباشطازا، وأحمد وهبي زايد في سيد الهوى في طريق السياغة، وأحمد صابر زايد في الحمري كبر هنا، في هذا هو الحانوت اللوكال تاعهم كانوا يريبيتو، وهرم بلاوي الهواري ولا أحمد وهبي. لا تحلو القعدة الوهرانية بدون لمة الأحباب على أنغام آلة الأكورديون. القعدة الوهرانية هذه هي ديانية محايني، القعدة الزهوانية كان بلاوي الهواري حشوطي بوعلام، كانت الرادة، كانوا لي زونسيان، كان الشيخ يحياوي تانيك ودمدي جديدة التاريخ، صراحة راحة نهضروا الصح، كاين بزاف اللي المرحومين الله يرحمهم لاكورديون سي اورون. انا كيش القعدة كيما هكا حسيت وهرن فيها واحد الشارم، وهرن ناسها مضيافة، وهرن ما كاش واحد فينا فوهانا هنا ما يضيفش الناس. سي ناجيروا بصح نقول لك بلي الضيافة سي وهرن، كاع الناس مرحبا بهم في وهرن. احنا رانا محافظين احنا على هاد العادات اللي كانت بكري، ورانا قاعدين هنا غير باش نخلوا هاد التقليد هذا اللي كان، باش الناس كي تجي تزور هنا الوهران تتفكر التاريخ تاع وهران هنايا من المغنيين والشعراء اللي كانوا بكري عليهم. غير هذيك الشابه مدينه وهران وفي الزين كي كم هربي، واليوم حيرتني يا باهيه الوطن، يا سعدك بالشيوخ، يا سعدك بالشيوخ، شحال كسبي. هي وهران، هي الباهية، هي التي ترحب بالعالم
من خلال احتضانها لأكبر تظاهرة متوسطية. التزموا بالروح الرياضية وشجعوا منتخباتكم والمنتخبات المشاركة الأخرى تاع البلدان اللي رايحين نستضيفوها، وحتى ولو يعني أنهم طلعوا سور لو بوديوم يفو ريسبكتي بيان سور، باسكو كو في الميدان الرياضي دائما عندنا هاد ليكسبريسيون كو لو ميور غاني. الظاهرة على إخبارية التلفزيون الجزائري متواصلة معكم، وفيها أيضا طائفة من الأخبار الاقتصادية ترصدها اليوم الزميلة صالحة محمدي. من الجزائرية الإخبارية الموعد الاقتصادي، السلام عليكم. بداية، تنظم وزارة الصناعة يوم غد ندوة وطنية حول إرساء نظام الحكومة والحوار بين السلطات العمومية والمتعاملين الاقتصاديين، وذلك من خلال إنشاء تنظيم مستدام. وسيعرف هذا اللقاء حضور الفاعلين في قطاعات الصناعة، البحث والمنظمات والهيئات العمومية والخاصة، حيث سيتم عرض منهجيات عملية لتشكيل اللجان الاستراتيجية للفروع الصناعية وتتعلق بالصناعات الغذائية، الميكانيك، الكهرباء والإلكترونيك، وصناعة النسيج والجلود. تمكنت ولاية وهران من تجاوز أزمة التموين بالمياه الصالحة للشرب بفضل إنجاز مشاريع عملاقة على غرار محطة تحلية مياه البحر بالمقطع ومحطة معالجة المياه بسيدي العجال بولاية مستغانم. يقول مختار مذكور: أحد البدائل الحيوية والاستراتيجية لتموين ساكنة ولاية وهران بالمياه الشروب محطة معالجة المياه بسيدي العجال ولاية مستغانم، أحد أكبر منشآت قطاع الموارد المائية بغرب الوطن. استطاعت تعويض محطة تحلية مياه البحر بالمقطع والتي خضعت لأشغال صيانة اضطرارية تسببت في تذبذب في نظام التموين. النظام المزدوج الماو المقطع، هذا النظام يمثل 65% من إنتاج واحتياجات ولاية وهران و50% لولاية معسكر. محطة معالجة المياه سيدي العجال والتي تبلغ طاقتها الاستيعابية إلى 560 ألف متر مكعب في اليوم، هذه المياه يتم معالجتها حسب المعايير الوطنية والدولية لتمول كل من ولايات مستغانم وغليزان معسكر ووهران. المنشآت الاستراتيجية مجتمعة سترفع من برنامج توزيع من 50 إلى 95% وبمعدل يصل إلى 16 ساعة في اليوم. السيمانة اللي فاتت انقطع الماء، جا واحد الدوجور ومن بعد حبس. من بعد هذو الأيام جا راه في طرواجور من اللي جا الماء. في هذا الوقت الحالي راهي غاير الحمد لله يا ربي، من اللي عاودوا خدموها انطلقت راهي تسير براسك أجور، من الحد راهي خدامة نورمال. ودروك الحمد لله.
في واحد يومين ثلاثة الخيط عربي. تابعوا في هذه الخلية وضعية التزويد بالمياه والتوزيع توزيعها على جميع أنحاء ولاية وهران، وكما راكم تشوفوا عندنا مستويات الخزانات كامل 200 خزان اللي كاينين في الولايه، ونتابعوا حتى نوعيه التزويد، وهذا عبر الحساسات اللي كاينه متواجده في شبكات التزويد بالمياه الصالحه للشرب. اتخذ القرار لتامين هذا النظام عبر ازدواجيه القناه على 800 متر، اذا الاشغال جرت. بعد الانتهاء من هذه الاشغال راح يكون عندنا 4 قنوات يعني تخرج من محطة تحلية مياه البحر المقطع، زيد نظامان منفصلان تماما. توجه قطاع الموارد المائية بولاية وهران أضحى يعتمد على التضامن المائي ما بين الولايات المجاورة، ما يسمح بالمحافظة على المياه السطحية من جهة، والتسير الراشد والذكي لأهم مورد عانت منه وهران ولعقود طويلة. أهمية بالغة توليها سلطات القطاع الفلاحي بالجنوب نظراً للإمكانيات التي يتوفر عليها من موارد هامة لتحقيق إنتاج وفير كماً ونوعاً، ويتجه المستثمرون بولاية ورقلة لتمويل مشاريعهم الفلاحية عن طريق الصيرفة الإسلامية على مستوى وكالة الاستغلال الرئيسية لبنك الفلاحة والتنمية الريفية، تقول هاجر بن كران. يلجأ الكثير من الفلاحين لصيغة الصرف الإسلامية بدل القروض التقليدية بغية اقتناء العتاد وتوسيع نشاطهم الفلاحي أو إنشاء مستثمرات حديثة. يعني هذه حاجة مليحة ومدروسة، ويعني تعطي بعث قوي للاستثمار في بعض على مستوى الوطن، ويعني تعطي حتى الغذاء الأمن الغذائي بالنسبة للحبوب وبالنسبة للأمور الأخرى، ننهض بالتنمية. ورانا إن شاء الله نوجدوا في الملفات نتاع التمويل باش نديرهم فيه، يعني بما يخص يعني مطابق للشريعه الاسلاميه كلش. حنا الحمد لله فرحنا به، وقلنا ان شاء الله باذن الله الا جينا هذا التمويل راه يخص فيه كلش، يخص فيه العتاد بما يخص بكل مختلف انواعه يعني. ويفضل الفلاحون هذه الصيغه لتمويل مشاريعهم الفلاحيه والتي تتماشى وفق رغباتهم في التعاملات الماليه. الصيرفه بالصيغه الاسلاميه هذه رايحين احتمال كبير، يعني راح يكون اقبال بكل صراحه من طرف التمويل نتاع المشاريع تاعهم، خاصه المستثمرين الكبار. يعني منذ فتح شباك الصرف الإسلامي على مستوى الوكالة الرئيسية بالبنك بورقلة، لاحظنا إقبال كبير من فلاحين على مستوى الشباك، والتحول من النظام القديم إلى الصرف الإسلامية، وذلك من الفوائد والراحة التي يلقاها الفلاح في هذا في هذه الصيغة. الصرف الإسلامية التي جاءت في وقتها والدولة تسعى جاهدة من أجل تذليل السوق، تذليل كل الصعاب وتقديم كل التسهيلات من أجل التطوير وتنويع الاستثمار خاصة الفلاحي. وللتوضيح أكثر آليات الصيرفة الإسلامية، نظمت الغرفة الفلاحية بالتنسيق مع بدر بنك لقاء مع المستثمرين الفلاحيين الراغبين في الاستفادة من هذه الصيغة. مواشي للحد من المضاربة والاستقرار الذي عرفته سوق الأعلاف، شرعت مديرية المصالح الفلاحية بولاية بشار في عملية جرد وترقيم لجميع رؤوس الماشية بكل أنواعها، تقول جويدة بابا أحمد. تحسباً لإنجاز قاعدة معطيات حول عدد الرؤوس المواشي المتوفر على مستوى ولاية بشار، أطلقت مديرية المصالح الفلاحية عملية جرد كامل وشامل، ولأول مرة شملت جميع رؤوس الأغنام والأبقار وحتى الإبل عن طريق وضع أقراط الأذن. هذه العملية ستشمل تقريباً حوالي 326,700 رأس ماشية من كل الأصناف، من كل الأغنام والماعز والإبل والأبقار. هذه العملية ستسمح للموالين للاستفادة من عمليتي من مادتي الشعير العلفي والنخالة، ستشهد كذلك إقصاء للموالين المزيفين كذلك. عملية الجرد هذه تسعى من خلالها الولاية إلى التحكم في سوق بيع الأعلاف وإعطاء كل ذي حق حقه من كمية الأعلاف التي يحتاجها كل مربي، والقضاء نوعا ما على المضاربة بسوق الأعلاف. بدأنا عند هذا الموال اللي عنده قطع من الغنم وقطع من الأبقار، وستتواصل العملية لمدة 3 أشهر. وكذلك من خلال هذه العملية يتسنى للموالين من مختلف شتى أنواع القطع من الاستفادة من الشعير على مستوى التعاونية بأريحية وبالكميات الكافية. إضافة إلى تحسين منظومة تسيير المربين وضمان مصدر الحيوانات وتتبع حركتها عبر المستثمرات والأسواق،
وأخيرا ضمان نجاعة برامج الصحة الحيوانية. مع انطلاق حملة الحصاد والدرس لهذا الموسم بولاية تسمسيلت، يعكف الفلاحون على توفير التدابير الوقائية من الحرائق بعد حملات التحسيس والتوعية التي استفادوا منها مراد عبروس. بعد انطلاق حملة الحصاد والدرس بولاية تسمسيلت، يعمل الفلاحون على أخذ التدابير الوقائية اللازمة من ظاهرة الحرائق خلال هذا الموسم الذي يعرف تحسناً في المردود. إن شاء الله نتفائلوا بها خير ويكون فيها مردود يعني مقبول، على الأقل يكون عندنا اكتفاء فيما اكتفاء ذاتي فيما يخص البذور. لازم اللي يتبعوا الإرشادات اللي راهم الإرشادات تاع لازم يكون المحراث كاين، السيتيرنا كاين، لازم الناس تاخذ كاع الإجراءات اللازمة. بين الناس اللي تنقص من المشكلة هذا تاع الحرائق. قمنا بعملية تحسيس لجميع الفلاحين فيما يخص عملية الوقاية من الحرائق. إن شاء الله يكونوا الفلاحين صناعة على أتم الاستعداد. الحفاظ على المحاصيل من الحرائق، يعني كان هناك تواصل وكان يعني تجاوب من الفلاحين. ولضمن إنجاح الموسم يحظى الفلاحون بالمرافقة لتوجيه المحاصيل إلى نقاط التخزين. استبشروا خيرا بالفلاحين ومدى وعيهم في أن يتم توجيه كل منتوج إلى السيسيالس بالمحافظة على المنتوج تاعنا. وإن شاء الله احنا نطمح للمزيد ونطمح أن يكون إنتاج وافر في هذا العام إن شاء الله. وبالنظر إلى التحفيزات الموجهة للفلاحين، يتوقع ارتفاع المنتوج المجمع على مستوى تعاونية الحبوب والبقول الجافة مقارنة بالسنوات الماضية. إلى مؤشرات أسعار النفط في العالم، حيث تراجعت العقود الآجلة لخام برنت $4.65 لتستقر عند $110 للبرميل، بينما نزلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي $5 ليصل بذلك خام برنت إلى $110.11 للبرميل. تراجعت عقود الذهب الآجلة في بورصة اليوم بنسبة 0.53% ليصل سعر الأوقية $1,831.36 للأوقية. ختام النشرة مشاهدينا بإطلالة على أسعار مستجدات أهم العملات الأجنبية مقابل الدينار الجزائري، فنتابع. ختام الموعد الاقتصادي، شكرا لكم على كرم الإصغاء والمتابعة، وعودة إلى الزميل العربي وبقية برامج أخبار الظهيرة، شكرا لكم. كل شكر لك يا زميلة صالحة محمدي. فاصل قصير نعود بعده إليكم مشاهدينا الكرام. Thank you.
التزموا بالروح الريادية وشجعوا منتخباتكم والمنتخبات المشاركة الأخرى تاع البلدان اللي رايحين نستضيفوها، وحتى ولو يعني أنهم طلعوا سور لو بوديوم يفو ريسبكتي بيان سور باسكو كل مي في الميدان الرياضي دائما عندنا هاد ليكسبريسيون كل ميور غاني. في آخر محطة من الظاهرة نذهب مجددا مشاهدينا الكرام إلى وهران، ونحن قبيل 3 أيام عن انطلاق الفعلي للألعاب بها، لنواصل الإطلال على شوارع المدينة العتيقة بما فيها حي سيدي الهواري. حي سيدي الهواري العتيق أصل مدينة الباهية وهران. ينفرد هذا الحي الشعبي بموقعه الاستراتيجي، ويعتبر بمثابة معلم تاريخي وتراثي يخفي حكايات وروايات ضاربة في عبق التاريخ، كما يتميز بتعاقب ثقافات عديدة في حقب زمنية مختلفة. لا توعد ولا تحصى منها، كاين أكثر من 12 سيت في حي سيدي الهواري. هذا الحصون تاريخية وفاتت عليها عدة حقب، منها الإسبان، منها الأتراك، منها الفينيقيين، منها عدة حقب. والسائح نهار اللي يجي سائح يجي لحي سيدي الهواري غادي يعرف بلي راه فيها ميوزي سيال اوفر. من بين المعالم حي سيدي الهواري يشتمل على ابواب، هذه الابواب هي من اعرق ابواب المدينه، وكذلك يشتمل على المساجد وعلى الاوقاف الاسلاميه، وكذلك يشتمل على الابراج التي هي الحصون مدينة حي سيدي الهواري، وكذلك يشتمل على أعيان وعلماء الذي مروا بالحي سيدي الهواري بصفة خاصة. وسانونسيا كارتي كيما نقولوا، ومعروف بالبنية تاعها القديمة، معروف كيما الارشيتكتور تاعها القديمة، ومعروف بالجامع باشا تاع لارج فيليب، وجامع طيب المهاجي اللي معروف محمد الكبير. عند زيارتك لحي سيدي الهواري ستكون مخيراً على دخوله من أبواب عدة، ومجبراً على جولة استكشافية للتعرف على تحفه المعمارية وزخارفه المعشقة وأزقته الضيقة، كما أن بناياته تدفعك إلى التمتع بالمنمنات والخط العربي إلى جانب جواسق تؤكد مدى الطراز المعماري الضارب في التاريخ. لحي سيدي الهواري أبواب، الأبواب التي يجتمع على أعلى بوابتين رئيسيتين التي كانت هي مدخل للحي سيدي الهواري العريق. من بين الأبواب باب كانستيل، وأصله كما قال العلماء وذكره الدكتور شو في كتابه فواياج دون لا ريزونس دالجيري، هو كان اسمه باب البحر. وكذلك من بين الأبواب الرئيسية لحي سيدي الهواري باب تلمسان، لأنه يؤدي إلى طريق تلمسان. وهناك أبواب كثيرة من بينهم باب السوق أو باب نابوليون، باب الجيارة وباب الحمراء. من بين المساجد العريقة لمدينة وهران المسجد البي محمد بن عثمان الكبير، وهو معروف بمئذنته العريقة. ومن بين كذلك الأوقاف القديمة المسجد البدي حسن. ومن بين كذلك المساجد المعروفة بحي سيدي الهواري مسجد محمد بن عمر بن عثمان الملقب معروف بسيدي الهواري الشريف المغراوي. من بين الأبراج مدينة حي سيدي الهواري هناك برج قلعة الجبل اللي معروف بقلعة مرجاجو. ونتمنوا هذه الألعاب عبر البحر الأبيض المتوسط تفوت على أكمل وجه، وإن شاء الله كل واحد فينا يخدم خدمته باش نستقبلوا هذا السائح وهذا الحدث، الحدث العالمي هذا اللي غادي يجي في مدينة وهران إن شاء الله يفوت بواحد الطريقة مقبولة ويكون عندها صدى كبير، وإن شاء الله كل واحد فينا يقوم بالمسؤولية تاعه. سيد الهواري كارتي قديم، هو برومي كارتي في وهران، رغم جايين الضياف عندنا اللي كيجوا يعرفوا باللي سيد الهواري حاجة كبيرة بزاف.
حي سيد الهواري العريق، ومن خلال استضافة الباهية وهران لفعاليات الألعاب المتوسطية، سيكون مقصدا سياحيا لضيوف المتوسط لكونه رائعة معمارية تسر الناظرين. بالإطلالة السياحية على حي سيد الهواري بولاية وهران، نختم معكم مشاهدينا الكرام هذا العدد من الظاهرة. نلقاكم بخير، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.